السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في دور 16 جديد وحلقه جديده. وطبعا نرحب جدا بالاستاذ الدكتور المبجل الناقد السينمائي الاكيل الرهيب الاستوديو تيلر الكل والكل الاستاذ محمود مهدي. بعد العوده من رحله العلاج عوده الدود اخيرا منورنا يا باشا حبيبي يا ريس. يعني كان الناس طبعا او عمرو طبعا عمرو الهادي عمل والله حلقه ممتازه والناس انبسطت بيها جداً. جدا بس فين محمود؟ عايزين مهدي فين؟ فانت خلاص انت بقيت الاب الروحي للسلسله بالظبط، فالناس بتحبك جدا. مسؤوليه كبيره والله، بتحبك جدا جدا. وطبعا هو مش فاضلنا، هو الاستاذ مش فاضلنا، فيعني عنده حاجات مشاريع اخرى يعني، فربنا يكون في عونه. نعمل ايه يا جماعه؟ طبعا شريكي في القناه مؤخرا يعني زهقنا من بعض، فاهمين؟ يعني محمد حازم يعني النهارده يا جدعان عاملين حلقه تقيله من نوع تقيل جدا، دوايه تقيله فعلا من اقتراحاتكم فعلا من اقتراحاتكم. هنعمل النهارده عن الطواجن المصريه الاصيله بندطه طواجن، تخيل بقى. فدور 16 قوي، هي من اكتر الحلقات اللي طلبت عموما ملحمه الطواجن ملحمه. واحنا كنا اتكلمنا عن فكره الطاجن في الحلقه اللي كنا بنتكلم على طاجن الجمبري، انه قلنا كل ما هو طاجن جميل جميل جدا وكل ما هو طاجن حلو، فاحنا جاهزين للحلقه دي ملحميه جدا. اه ار يو ريدي؟ وي ار ريدي، ليتس جو. اتفضل مستر محمود مهدي. جماعه عايز اقول لكم المره دي القرعه الورق انا اللي مجهزه، فالمره دي على عكس الحلقتين اللي فاتوا انا عارف اللي مكتوب هنا، وانا بكتبه اللي هو نظام شويه رز وربع رغيف حته خيار مخلل، فدخل الحلقه دي موحوح ان شاء الله ان شاء الله. المباراه الاولى الطورلي، طورلي طاجن الطورلي يقابل ايوه الارز المعمر، رز معمر. يلا بينا. انا شايف حاجه، الحلقه دي كل يا عصافير بطني يا جماعه كل المنافسين يعني كل ماتشاتها جامده حقيقي، يعني مفيش ماتش هيبقى ماتش عادي. بس عاوز يعني اضيف، لا في ماتشات جايه اجمل منك. السجق طاجن سجق يقابل لسان عصفور باللحمه. لسان عصفور باللحمه يا ابن بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عاجبني لفه دي، عامله زي ما يكون لفه ورقه عكاوي. اه ايوه طاجن عكاوي يقابل مسقعه لحمه مفرومه. اديني انت لو ما جعتوش يبقى عندك لما قبل ما نشوف الاكل. يلا بينا. باميه، طاجن باميه مقدر. الفنانه باميه جمال يقابل افيه وحش. سيبك منه خلاص، مهم مش اول ما تسمع افيه وحش تجري على الديسلايك بالظبط. استنى شويه لا انا خايف يروح الانسبسكرايب. ده 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 ولا بلاش. طيب ايه؟ لحمه بالبصل. لحمه بالبصل. الله الله اللي بعده طاجن اسمه طاجن الترويقه، ده بيبقى ضلوع وحركات كده برضه. طاجن سبيشال كده، طاجن الترويقه يقابل يقابل بطاطس باللحمه. الله ده الطاجن ده عزيز على قلبي جدا عموما يعني. بطاطس طاجن ديناميت. اوكي انت عارف الديناميت ده؟ لا ده ايه؟ مش هتقول لي تشكيله مفاجاه؟ تشكيله من ال يبقى ممبار على كوارع على عارف انت الحاجات دي الاساتذه دول هيبقوا معانا هنا في الحلقه جايين ان شاء الله. يعني الاستاذ مسقعه باللحمه المفرومه هيجي بنفسه جاي بنفسه والله باللحمه المفرومه بكل حاجه. مكرونه فرن. لا لا بس دي بقى احنا جايبينها المره دي من مكان كويس وفي شكل طاجن. وفي هيئه طاجن. اتفضل. ملوخيه، طاجن ملوخيه يا جدعان. سيدي ايه ده؟ ما هي واحده احنا معانا بس حتى قبل ما ورق عنب كوارع. يا له من مباراه. والمباراه الاخيره عند المباراه الاخيره فته لحمه، طاجن فته لحمه فريك باللحمه. اوه كميه لحمه احنا كده جاهزين. انتهى اخر مره كان عدس بس النهارده يا كده جاهزين. طب ايه نكتب بقى مين جاهزين؟ تكتبوا انا الصراحه ما انا هضبش فاهم. انت متاكد من حاجه؟ ده لو جه زي ما هو في خيالي مفيش منافسه. ماشي بص ده والله بص هي صعبه انا هشوط يعني. انا فاضل انت. انا مش لازم تكتب. لا جمد قلبك بقى يلا. خبي انا 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 خبي عشان انا هبص مش هضرب مع نفسي انا يعني انا هجازف. كتبت حاجه بقى حاجه كتب صغيرة. كتب حاجه حاجه من كلمه واحده. باميه بس عكاوي. باميه فريك فته سجق عكاوي مش هيخرج عن دول او بطاطس تورلي او كتير كلهم
مش هيخرج عن التسعة دول. جاهزين؟ جاهزين يا فندم. نبدأ بقى، هنبدأ بشارك بقى اللجا عشان برضو حاجة ما تضلش معانا كتير. هنحاول نبدأ باللجا بأي مباراة رافينها وصلوا عشان حاجات ما تقعدش كتير. يلا بينا. فنبدأ بأول مكان، أول اتنين معانا، هنشوف مين هم الآن. هيا بينا. أول ماتش معانا ما بين رز معمر بالقشطة وطاجن التورلي. ممكن تشرح الطاجن التورلي ايه هو؟ التورلي باختصار هو خضار مشكل يعني. تمام؟ واحنا جبنا لكل واحد فينا طبق رز بالشعرية معتبر. عشان دي الأصول. اه عشان لو حد عاوز ياكل عشان ندوق الأول لوحده ندوقه مع الرز يعني نشكل كده. تمام؟ يا بس اتفضلوا نجرب التورلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا هنهطل على الترابيزة وحاجات زي كده. هنعيش ايه ودي. يلا بسم الله. ده في بقى ايه؟ كوسة، جزر، بسلة، شوية خضار كده. بسم الله. في لحمة، حطش لحمة. الله. تمام. احنا مش عايزين نتغابى بقى صح؟ يعني عشان احنا لسه الرحلة قدامنا طويلة. طواجن يا باشا. اديني. فيري جود. لذيذة. فيري جود. لذيذة. تتبلته. لا والشطشطة اللي فيه دي. الله. يا. اللي هي الدرجة الصح. هو ده. دي أحلى درجة في الشطشطة في الحياة. يلا يا باشا. طاجن رز معمر يا جدعان جاي مع قشطه على الجنب الساحت بس جاي مع قشطه رز على رز ما مش مش رز على طول بقى على طول ما انا بس يعني. بسند فيه فاهم عشان بسم الله يا نهار ابيض يا جدعان ده من غير القشطه ده حط على ده هو انا العلمه ان هي دي التيم اللي انا ملاحظها يعني احنا نعتبرهم كلهم اصدقاء هم ليه نفس بعض بيجوا مع بعض احنا نعمل حلقه صداقه النهارده لازم محتاجين نفوت يعني لازم في حاجات تغلب الكف تكف على حاجه هو انا عندي لكم عدد من المفاجات ان في عدد من الاكلات اللي موجوده معانا انا ما بحبهاش قوي ماشي للامانه ما بينهم رز المعمر اوكي طب وده حلو جميل من احسن الفيرجنز اللي في الدنيا انا امي بتعمل رز معمر جبار ملوش حل بس هو عموما مش من اطباقي المفضله بحب انا بحب الرز اللي بيبقى مفلفل ورز المعمر عاده بيجبر نفسه ان هو يعجن شويه أيوة أيوة. فانا مش غاوي قوي والتورلي ده من احلى الطوارل من احلى التورليات اللي دقتها في حياتي بصراحه رغم الارتفاع الزائد في منسوب الكوسه واحنا من شويه كنا بنلسع بقول بصراحه كلمتين مش حلوين في حق الكوسه يعني لا بس, انا حبيت الكوسه انا ما بحبش الكوسه بس حبيتها الكوسه حبيتها حاجه قوي لا معموله حلو احنا بنحبها في كونتكست واحد فقط لا غير انا حاسس بالبشاميل اتكلمنا ان هي بالبشاميل بالبشاميل غير كده احنا ما تلزمناش ومش عايزينها لا محشي ولا طبيخ ولا عجبتني قوي الصراحه حلوه قوي اي فوت تورلي عشان انتوا الاثنين غالبا حضرتوا رز معمر فيبقى اديته حقه خلاص خلص بقى فاهم كام من الاخر رز معمر رز معمر اوه يا راجل انا عجبني جدا انا عجبني شايفه وهي جايه من اخر الشارع انا عجبني التورلي قوي بس مع يعني مع كامل احترامي للتورلي الفورم ده جاي منه حاجات كتير قوي جاي بطاطس وجاي باميه المسبكات يعني وجهه نظر حلوه ناخد الرز المعمر عشان يبقى فيه فاريشن في المنافسه شيلوا الحاجات دي بقى بس التورلي يا جدعان مرعب يعني ما لا 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 لذيذ ودسم ده اصل المكان ده بيعمل الطواجن بتاعته كلها بالليه عشان الناس جبناه من عند بيبو يا جدعان ايوه عشان من بيبو عشان بس الناس بس عشان ما تكترش الناس سلختني قويل زادت على كل واحد يتخيل المطعم ايه وابتدوا يتخانقوا مع بعض وطاجن الرز المعمر من حجوج يا الله يا حدش يزعل وشكش محفوظ بيضحي النهارده عاوزين تنزلوا الداخليه نزلوا تمام نروح للماتش اللي بعده المفروض نوضح ان فرقه الداخليه المباراه الثانيه الفيجوال فيها مهمه قوي ما بين السجق وما بين لسان العصفور اللحمه يس احنا واحنا بنقول سجق طاجن سجق وبنقول طاجن لسان عصفور كان في صور ذهنيه عندنا فاول سؤال من قبل ما ندج ان الصوره الذهنيه قبلت التوقعات ولا لا اعلى 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 طبعا السجق بالذات اعلى من التوقعات طيب ولسان عصفور متوقع زي المتوقع متوقع فعلا اوكي لا انا احبطني شويه شكلا بس والله اتمنى موضوع عن الموضوع طب نبدا بايه بس خلي بالك برضه هو هقول لك حاجه هو ده ما يتاخدش كده على طول ده لازم ايه تنزل وتجيب كل اللي تحت نبدا بايه لسان عصفور لسان عصفور ماشي وريني بقى عشان انا نوب في الاي شوف شوف انت شفت الدبه بص البهاريز بقى كلها تحت ده في حاجات ادخل يا باشا في لحمه جوه ما ما انا يا لهوي الله هذا في كميه لحمه مش طبيعيه ايه اللحمه دي كلها بسم الله جميل والله ونفس الشطشطه هي والمشاعر بالدريه الله تاتش يا سبايسي مع اللحمه الدجبه الله حاسك مش
هو متفاجئ. انا متاكد ان هو ما كانش متوقع كده خالص. مش عارفه بتعرف عليه. هاي 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 مرعب. حلو قوي. جميل قوي الصراحه. حلو قوي قوي قوي. جميل قوي. الماتش طلع اصعب مما انا كنت متخيله يعني. جاهزين خلصوا. ما تاخد لك معلقه كمان مع حته لحمه وادي له فرصه. اصل انا قطعت حته اللحمه اللي تنفعني لان انا مش واخد بالك بقى الحاجات دي. انا مش انت عايز الحمراء. طب بص اديك حته هديه. انا احب اقول هديه. الله حته هديه. حازم بيفصص لي اللحمه. محدش بياخد بالي وقباله مني من ساعه ماما زي حازم. جامد قوي. بسم الله الله. جميل قوي يعني. حلو قوي قوي صراحه. طاجن خلاص نصه يعني. بس السجق بقى بيقول في الفرايه كده على وشي كده يعني. السجق طاجن السجق بيتكلم والله. يعني السجق يلا دب دب دب. بسم الله. يعني ده يتاكل ازاي ده؟ انا هنخش نقطع حته من الناحيه دي وحته من الناحيه دي وحته من الناحيه ونحاول نسحب شويه صوص. انا رايي ايوه نبتدي نتدخل ايه جراحيا. جراحيا. طب بس انا كنت قطعت. ايوه الحته اللي قطعتها دي سلكالي بقى. الله ينور عليك. وبعدين بقى في ايه ده؟ في بطاطس جوه ده ولا بطاطس؟ في الله. في بصل وفي صوص وفي بص عيالي. ده انا لسه ما اكلتش بقول الله. بص عيالي بطاطس وطماطم وبصل وصوص وحاجه في يا ستار يا ستار يا رب. مراتي كان عندها بعد نظر. تقول لك ايه؟ كنت هجيب معايا تيشرت جديد. قالت لي بلاش في الاكل عشان هتطلع. بسم الله. هذا الماتش صعب يا جماعه. وكمان مره ليه نختار ما بينهم؟ حضرتك ده يدلق فوق ده وتسحب كله وخلاص. الله. في حاجات محتاجه تتفهم. في ارن هنا مظلوم. ارن مش سبايسي. ماشي انا كونت رايي. فعلا؟ معقوله؟ جاهز. ده انا لسه انا كونت رايي. قول. صنع عصفور. واو. ليه صنع عصفور؟ انا عجبني التحبيشه بتاعته قوي. قوي متحبش حلو قوي قوي الصراحه. اللحمه مستويه جواه بشكل حلو. شربت البهاريس كلها طريه قوي. انا ممكن اكل ده كده وابقى متكيف قوي الصراحه. طريه قوي. انت مش حاسس ان الطاجن بشكل عام تشكيلته ناشفه اكتر من اللحمه؟ ايوه بس اللحمه دي هي اولا اللحمه في طبعها مش طريه. فكون توصل للدرجه دي من السوى جوه الطاجن فهي طريه. طب دعونا بقى نستمتع استمتاع لطيفه كده. ناخد حته من هذا السجق. السجق عجبني بس ما عجبنيش تحبيشته بتاعت الخضار. بص الحركه دي فاهم. الخضار بتاع السجق اللي هي البطاطس والمش عارف ايه مش متحبش قوي زي الطاجن ده. لسه في بلاوي جايه حازم. طبعا ما يرحمها. انا مش هتكلم. دي مش هتيجي تاني. الاثنين دول مش هيجوا مع بعض. في بلاوي جايه. لا انا لازم يبقى في كنترول. فانت لسان العصفور. لسان العصفور ديفينتلي يعني. دي بينتلي. لا قول انت. ولا انا اللي عايز سجق. لو انت جاهز قول. انا مش جاهز. طيب ولو حسمتها يبقى كتر خيرك. ريحتني يعني. انا بالنسبه لي الاثنين عظماء. سليم. وواضح يعني من الشكل ان ايه يعني يمكن ده كان شكله ابيلينج اكتر الف مره من ده. ده فاجئني. الطعم كان خطير قوي. خطير. انا عايش في مود الاطفال رسمي دلوقتي. ومفلفل جدا يعني مش معجن. حلو قوي. صحيح. معجن تماما. محتفظ بالفليفرز بتاعته. اللحمه طريه جدا يعني الصراحه. كاخطاء انا مش لاقي ولا خطا في هذا. اي كان اجري. هذا الطاجن جميل جدا ولكن في فورمز تانية للسجق احلى من احب على قلبي من هذا. اذا هو لسان العصفور. انا مشتري وجهه النظر بنسبه 100%. لسان العصفور بقى كلام سليم. يعني انا كل اللي حتى عاوز اقول محمر. بص معايا على الخضار نفسه. تحس ان في سوا احسن من كده. بالزبط. تحس ان هو ممكن يتاثر على لون الصوص اكتر من كده شويه. يبقى وحده اكبر. التسبيكه مش اللي هي بالزبط. يعني تحس ما تحسش ان ده شارب من ده اصلا. صحيح. تحس ان كل واحد لوحده. الحاجه انت قلتها ان هو يجي فورم اصلا السجق اكله محمر. اكله مشوي. من السجق الطاجن. بالظبط. لسان العصفور ما تحبوش في الشوربه اكتر؟ لا انا احب لسان العصفور في الشوربه بس في الطاجن خطير. خطير قوي يعني. جامد يعني. وجبه محترمه. ماشي. فتمام لسان العصفور يكسب معانا. وبالتالي يعني نروح. انا ده لو هو قصادي معلش بدون قطع كلامك. ده لو هو قصادي بينه وبين المشوي والمحمر انا اكل المحمر. يليه المشوي يليه ده. ماشي. فاهم قصدي؟ انا معاك. سليم صح. بس نروح الماتش اللي بعده. المباراه رقم 3 بين مسقعه باللحمه المفرومه والبشاميل وطاجن او ابو الطواجن العكاوي. ابو الطواجن في الارض. انا بفوت مسقعه باللحمه المفرومه يا جماعه. مهدي
ما بياكلش عكاوي. ليه يا مهدي؟ ما بحبش يعني مش عارف مش عارف مش عارف هتقول ايه للساده المشاهدين. القوام الجيلاتيني ماليش فيه للساده المشاهدين جداً. مش ملغوي دي جميله جدا يا مهدي. طيب استلقط لك لا 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 يعني طيب بس مش تستلقط لي عمياني زي قبل كده. لا تستلقط لي ويعني وبص. طيب ماشي ماشي طيب. اطلب بص خلي بص يلا نطلع. طيب دي الاول. ايوه ايوه الله الله رجعها رجعها تاني دي زي طيب. زي ما كان. ليه مش حكومه؟ لا مش استنى. طيب دي والله. طب ما اديها له اديها له ما يسخن قوي. طاجن عكاوي يا جدعان وخد بقى من بهاريس. حاضر. طيب انت انا بقى طبعا دي بقى وانت مع بعض انا ايه يلا دي يلا. طب امسك مع بعض يا ابني ما مش هاكل لوحدي مش هاكل لوحدي كتير قوي. ماشي بس انا ناخد من الباريز. ايه ما جاتش؟ لا مش ما اكلتش الحاجه. كام جد بقى خايف منها. خد دي. طب خد دي دي لحمه لحمه. طب حط دي لحمه. لا خد دي خد خدها 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 اضربها كده يا يعني والله ما دي حلو قوي ده اضربها بس ده لحمه والله لحمه. تم ضايقتني يا استاذ مهدي والله والله لحمه يا عم يعني بكل الكينونه والحوارات وبتاع ما تاكلش عكاوي. ده انت انت بتستلقط منها اللحمه. لا كل زي ما الناس بتاكل بقى ناكلها كلها غاوي يعني اهي اهي هدد. ايه المشكله؟ بقول لك ايه طعمها حلو قوي. طلعت صوت وراها فيها. هنا بقى يجي برضو دور ايه الجلافز. الله والله العظيم حلوه ودايبه اهي وزي العسل. هي بس الراجل اللي سواها حرقها شويه. لا 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 هو الوش واخده وش فرن عنيف حبتين بس. ايه بقى البريز اللي جوه دي يا حازم؟ يا باشا شويه بصل على شويه فلفل على شويه حوارات. اهو ده من السائل الجيد للصوص اللي خد وقته. اللي خد وقته ايوه الله ينور عليك. على فكره الكوارع يا جدعان العكاوي شحة في السوق الفتره دي. ما اعرفش ليه طلبناها من كذا حته مش موجوده. انا كنت بتسائل يعني هل البقر الجيل الجديد من البقر طالع من غير ديول ولا الله او عليه ديول. انا اسف انا اسف. لا مش معنى كل ده. والله يا مهدي فايتك كتير. والله العظيم بص 100 من 10 على فكره. هي انا في السن ده صعب قوي تقول لي فاتني كتير يعني اي حاجه في الدنيا تقول لي فاتتني اقول لك الحياه الجايه بقى ان شاء الله. لا اقول لك حاجه دي ما فيهاش 1% زفاره. انت بتاكل انا فاهم وانت مش مد... يعني انا مش متضايق من الزفاره انا متضايق من الدهون انا ماليش فيها قوي كده. ماكش في الكوارع؟ ماليش كوارع. احنا في ماتش الكوارع هاكل الورق انا بس. طب ايه نبعت 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 نجيب حد عندي جديد. طب ما تهبر دي اقسم بالله. العكاوي حلوه اسطوريه اسطوريه بس المسقعه بقى يلا طب يلا بقى خلاص يلا على المسقعه. بسم الله. بصوا هو انا يعني ايه وصلت لشويه حاجات ممكن بص بقى بس كنت بقول لك ايه كنت بقول لك الخلاصه تحت اهي. بص الله خد يا معلم اتفضل. طاجن مسقعه بالبشاميل لحمه مفرومه يعني حاجه ما اثر معانا هو البتنجان واللحمه. ايه حلوه ايه ماشي ايوه يا شيخ اسلكت صدري والله. ايوه ما احلى الرجوع اليه. ده ايه الماتش ده؟ ايه الماتش ده؟ ما احلى الرجوع اليه ما احلى الرجوع. دي كانت الليركس الاساسيه بتاعت الاغنيه يا جماعه بس هم شالوها في الرقابه. غالبا هتتشال برضه. يعني تحط عليها تيت فعلا. لا انت لما تحط عليها تيت الناس هتتصور الاسوء. ما تحطش مشكله يعني بس بحط عليها تيت يعني في اطفال بيتفرجوا عليهم. يا جماعه ده انا قلته اللي التيت من شويه دوت ما كانش وحش قوي للدرجه دي فعلا. انا ده حاسس ان دور 16 المفروض يبقى بلس 18 بس انت فاهم انت فاهم لما انت دلوقتي انت بتاخد من اللحمه بتاعت العكاوي مع المسقعه. معلم المسقعه انا نسيت انا بعمل ايه وابتديت اكل يعني ابتديت اعزف زي ما كنت بقول مسقعته. ماتش صعب. هل لنا في انا عندي انا 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 عندي انا شطاء اخوك انا عكاوي اوبا واي انت مش انت تاخد كده مسقع فهو ده سوينج صح؟ صعبة ليه ما كنا نحسمها؟ ليه؟ صعبة حازم لا انت ايه؟ انت ايه يا مهدي؟ مسقعة والله مسقعة خلاص مهدي مسقعة انا عكاوي مين اللي هيحدد؟ حازم حازم حتى شحة يعني هنكسبها وبعدين مش هنلاقيها. لا طبعا شحة يعني نادرة يعني قيمة يعني تفوز طبعا معايا. ايوه احنا في الظروف صعبة اول مرة تقنعني في السلسلة شفت بقى ازاي؟
بس صراحة يعني قيمة يعني. يعني لا ال ال يعني الكوار العكاوي اتنين يا جماعة يا عم لا لا براح عندك العكاوي دي العكاوي مش دي بس العكاوي في المطلق بحلاوتها بلزلزتها باللحمة الدايبة اللي فيها تفوز على البتنجان. انا احيانا جدا احيانا عادي يبقى نفسي في مسقعه عن العكاوي لو جبت لي طاجن وطاجن. فانا الموضوع بالنسبه لي 50 50 بجد دلوقتي يعني يعني هو واقف في حته لا 50 50 لازم مصمم يخلينا نشتغل. لا شوف ال 50 لا. 50 اللي انت قلتها ليا استعمل كارت عدم الكلام ان هي تتحقق من خلال هذا الطاجن اللي الكومبوننت الرئيسي بتاعه شاحح واللي مش اي حد في الدنيا يعرف يسويه عدل يعني. ومش اي حد يعرف يسبكه عشان يطلع بيتاكل امام مدى السهوله والاتاحه بتاعه المسقعه اللي اي حد في الدنيا دلوقتي ممكن نكون جوعناه وجد مزاجه ممكن يقوم يعملها هو واحد. انا اسف جدا معلش مفيش حاجه اسمها اسف جدا. اول مره بقى هختلف معاك يا استاذ مهدي وهقول لك ليه. التكنيك هنا اصعب بكتير من التكنيك بتاع ده. ايوه مما يعني يجعل اجاده ده قول كمان لا يعني ده العكاوي فيها شغل فيها عادي. العكاوي شفت كانت بص بص العظمه العكاوي عادي جدا ممكن تجي لك شكله ده كده منظر العكاوي انت لما بتبقى متحمل على حاجه بتبقى شرير قوي غني العكاوي العكاوي ممكن تجي لك ناشفه ماسكه نفسها دي جايه طريه. هو ده اللي انا بقوله انت مش بتختلف معايا انت بتوافقني في ان ده اجابته صعبه وده اجابته سهله. فلما يكون في شيء بهذه الدرجه من البساطه ويوصل معاك في نقطه معينه ل 50% 50% يبقى هذا الاندر دوج. طيب ممكن اقول لك بقى احسم لك الجدل احسم لك الجدل لا احسم لك الجدل لا تحسمش. احنا في حلقه ايه النهارده؟ طواجن. طواجن انت تسمع عن طاجن مسقعه وتسمع عن صينيه مسقعه وتسمع عن دقيقة مسقعه وتسمع عن بس العكاوي اسمع طاجن عكاوي فقط اذا فهي العكاوي. انا لغايه لما جيت هنا ما كنتش اسمع هذا الشيء من اساسه. لا 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 طبعا انا عندي بس اقتراح معلش ممكن لازم ممكن نعمل كارت اسمه كارت عدم الكلام في السوينج واحد يسوي مره واحده بس وهو ما يتكلم من ورا في عينه. لا السوينج ده فرصه لان الواحد يحاول ياثر عليه طبعا ده طبيعي في ذا فير جيم وما جابش نتيجه اهو. انا ما عنديش مشكله المسقعه رهيبه رهيبه أيوة حلوه يا حلوه قوي بس العكاوي احنا حلقه الطواجن طاجن العكاوي ده يعني دايما اما حد اصلا يقول طاجن يقول لك انا نفسي اضرب طاجن هيقول حاجه من الاثنين يا كوارع يا عكاوي. انتصار للثوابت. لا لا اذا فهي العكاوي معلش طبعا. يا مهدي هتقابله الدور الجاي يا مهدي معلش هخرج وحاول حاول بقى تخرجه حاول تخرجه تمام. فاحنا كده خلصنا الماتش ده ونروح للماتش اللي بعده طاجن باميه ضد لحمه بالبصل. طاجن لحمه بالبصل الحاجات الجميله اللي عارفينها. بص بقى اللحمه بالبصل على قد ما هو شكله ما يعني ما بيبسطش كل ده ده مكرمل هو باين باين حضراتكم في يعني هذا طاجن هو شكله اسود جدا. لا بس والله ده بقى بص انا عارفه وانت هتقول لي عليه بس انا بقول لكم البصل كله متكرمل إيه؟ انا عندي اوريدي فايز يعني انا بالمنظر ده كده من غير ما اكل لا لا لا, لا يا فندم لا 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 وهدوء وهاكل تحكم بالمظاهر المباراه ليست محسومه على الاطلاق انت تحكم بالمظاهر انا اتهمك بذلك يلا انا طب يلا نبدا بالباميه زي ما تحب باميه نبدا باميه يلا يلا الفنان الجميل مستر حازم كان من جبنا ليمون كمان النظر ان احنا لازم نديها لا ده حتت اللحمه كبيره يا جماعه اللحمه از لحمه المهم الباميه ما هي خلاص شربت وخدت الفليفر بتاعها وخلاص برده هتدوقها مع اللحمه شندوها ورديح ماي الصوص هي مش هي يعني مدملكه قوي مش لا 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 لا, لا. ايه صباحها وحش بجد وحشه في حاجه مش مظبوطه مش مستويه كويس ومش متقمعه كويس متساب فيها بتوع الناشفين دول. لا معلش انا في الباميه معلش بقى المباراه اللي فاتت لو كانت حسست حضراتكم ان انا فرفور شويه فانا فرفور شويه صغيره يعني اللي قالوا لمس معاك في حاجه ولا عادي؟ انا ما يعني ما حسيتش قوي الصراحه. هدوق واحده كده لوحدها ندوق حظنا اللي كان وحش ندوق لا جدا جدا لا انا مع مهدي الصراحه ما حسيتش كده ندوق احنا بصل طاجن البصل ده يا جماعه محتاج يعمل غلطه غبيه جدا عشان ما يكسبش الماتش ده لان انا في رايي لا بص بقى بص بص, بص, بص الكرمله والحركات وال يعني ده بقى اللي لازم تدوقه باللحمه ده ماتش جاي لك جاهز ده يا فندم حسين الشحات شاط الطاجن دوت عمل ديفليكشن في المدافع ونزل على راس كهربا نضيعه تاني ولا جت معايا مسقعه على باميه على بصل على دان ديل ماتش خلصان عليا واو شوف عليا النعمه ده واو 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 الله ايه ده
شوف اهو العنصر الحرقان اللطيف الجميل اللي كنا بندور عليه افتقدناه ده في ملعبنا مرعب. وعشان كده انا قلت في الاول يا جدعان الماتش ده بالنسبه لي محسوم. انت كنت من الاول حاسس ان البصل انا حاجة. كنت اختار وش لحم البصل. الناس هتستغرب تقول لي يا عمرو انت اصلا ما بتحبش البصل، بس انا البصل اللي بيبقى مطبوخ كويس كده انا بحبه قوي جدا يعني. فده متحبك ومتحبش ومستوي حلو جدا، اللحمه طعمها حلو قوي، في التاتش فلفل حلو جميل، الحاجات دايبه في بعض، طعمها متكرمل. لا طاجن لحم البصل كما يقول الكتاب اللي عندي في المكتبه. فانا لحم بصل ووش يعني. انا الماتش اللي جاي مش هقول انا في الاول، عشان كل مره حسب اقول في الاول انا موافقك الراي بنسبه 100%. بس حاسس ان انتوا ظلمتوا الباميه شويه. معرفش لا انا ما عجبتنيش خالص الباميه، بس طبعا هو زي الباميه يعني. طاجن اللحمه طاجن القهوه مش لا انا طاجن اصل بص الطاجن هو داخل علينا كده انا شايف ان هو مش حلو اصلا يعني. لازم طاجن الباميه يبقى فيه صوص باميه، صوص الباميه كده الصلصه موجوده فاهم. الباميه نوع ما احسن تبقى صغيره شويه، بيبقى فيه كده شكل البامية تعرف ان هو ده هتاخد تجربة حلوة منه. البامية كبيرة قوي من غير صوص، فيه ريحة، فيه شوية زفارة بس بسيطة، بس عيب ان البامية مش مقمعة كويس. الله ينور، انا مش مبسوط منها خالص يعني، ما جاتش معايا سكة. لا انا شايف ان هو طاجن متواضع ولكن مش قبيح يعني. لا انا مش ده قبيح، انت متواضع انا قبيح. انت متواضع ولا قبيح؟ قبيح. انت قبيح؟ لا وحش. انا عارف. احنا لو بنعيب على كل خطوات تحضير البامية يا جماعة بيبقى فاضل ايه؟ مش فاهم يعني. لا انا قويتها صح ولا تقمعها صح ولا سواها صح ولا اللحمه دايبه جواها صح. بص ده جاب الاول ان قاوة يعني. والله فعلا كبيره الراجل راح عمرو قال عجوزه. مش عجباني خالص الصراحه، فهي قوت بالنسبه لي تماما. لا 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 احنا كده كده متفقين. انا بس بتكلم ناحيه انت بتقول انا متواضع. تحاملتوا على تختار ايه؟ اللحمه البصل عادي. يمكن لحمه البصل اكيد. لا لا يمكن ده. انا معاك في حاجه واحده بس، ان احنا خدنا هذا الطبق كسفير لطاجن الباميه بشكل عام. ايوه طاجن الباميه لو حلو ممكن يكسب الماتش ده، الموضوع مش خلصان. انا فاهم. بس يمكن الماتش ده او ال 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 الطبقين اللي قدامنا. لا طاجن الباميه معمول حلو، حلو بتسبيكه حلوه بدسامه. حتى ده اقل طاجن جه النهارده من المكان ده دسامة. انا حابب اقول برضو يعني تحسوا انا هثير الجدل واقول لو الطاجن ده كان رهيب الرهيب هختار الطاجن ده، لان ده معمول على سنجة 10 يعني. انا بحب البامية بس ده الطاجن ده انا ما شفتش زيه بسهولة يعني. الطاجن لحم بصل بالحلاوة دي ما شفتوش. هو جميل حلو قوي 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 يعني. طبعا لحم بصل يفوز معنا في الجولة دي الصراحة. ونروح للماتش اللي بعده، واتمنى تبقى ماتش خفيف ولذيذ. اللي بعد المباراة الأولى في الناحية دكهية، بعد ما خلصنا الناحية دكهة، طاجن الترويقة اللي أنا لغاية دلوقتي مش فاهمه مع طاجن بطاطس. دي فندم ضلوع. وتحتها بطاطس برضو يعني. يا سلام. يعني ده طاجن بطاطس من تحت وبطاطس بطاطس من فوق. بطاطس ولحمة بيقابلوا بطاطس ولحمة، بس ده بفورم وشكل وده بفورم وشكل. أجل يا سيدي. طب أنا بالنسبة لواحد النهاردة متغدي صينية بطاطس. ليه بقى؟ مع الوضع في الاعتبار إن أنا أصلاً ما بحبش البطاطس كمان. ايه انا ما بحبش البطاطس المطبوخه. اجاب معلم انا اسف. ها استاذ مادي باللحمه ولا بالفراخ؟ تقريبا الحاجه اللي بتحبها الوحيده النهارده الباميه وخرجتها. لا ليه؟ انا عندي مشكله مع عنصر يعني الرز المعمر ما بحبوش. عندي مشكله لسان العصفور ما تعرفوش. لا بس حبيته. الرز المعمر في الحقيقه ما بحبوش. بص هو الترويقه ده مش موجود عند ناس كتير، ده موجود في حجوجه بس، فجبناه من عنده يعني. اوكي فده مش ناس مش هتلاقيه يعني بالسهوله. اوكي ولكن هو بضلوع مع بطاطس في الغالب يعني، وهنشوف يعني. اوكي يلا يا باشا نبدا بالترويقه. اعتقد نبدا بالترويقه. اتفضل يا باشا. انا متفضل. عشان انت البعيد. انا البعيد. انا البعيد ما بيفهمش. خلاص كده هعمل ايه تاني؟ خد الخضار. ما مش عايز اكل بطاطس. معلش اسمح لي اني اخد الاموره دي. هو البطاطس ده ذنب عليا، انا كل يوم بطاطس. هو بطاطس شاي بطاطس. انا بتغدي بطاطس امبارح كمان. بس تعالى يا ولد لقد سلتنا حركه انسيابيه يا مستر حازم. العظم من ال يعني دي الصراحه مش فيها لحمه خالص. فيها لحمه. لا هي مش احلى لحمه دي. طيب بقى ابوك انت كمان. مونتاج مونتاج مبلوم. مونتاج مبلوم. هو ده طاجن بطاطس. طاجن بطاطس من الاخر يعني. بس ايه تقول يا استاذ مهدي؟ كلم الكاميرا. انت لست صديقي. هل انت ما بتحبش البطاطس ان هي يعني اكلت يعني مثلا حملتك بطريقه وحشه قبل كده فانت اتقفلت منها؟ مش ما بحبهاش يعني بكرهها. بس اللي هي ايه
كارت 83 في الفيفا فاهم؟ لا يعني ثانية واحدة، ما بتحبهاش البطاطس كزرعة ولا ما بتحبش المطبوخ؟ اه اوكي. اه فرنش فرايز وبريه وشغال. رغم انه ليس مبررا ولكن. انا دخلت في اللي بعده. اتفضل. انا كنت متوقع الضرورة تبقى اقوى من كده. حلوة قوي. لا الطاجن، الطاجن كان بطاطس فيه هاتس اصلا، مش قصدي دوكا ضلوع. الطاجن بالبتاع اتوقع ممكن يبقى اقوى. استخدم الجوانتيات. لا هننزل في البتاع بصوصها. مش عايز لحمه يا عم. مهدي جاي يعمل قلق. انا جاي اسال الجدل. تحت. طب نصبر بقى. جماعه الماتش ده في الكواليس اثبتنا بالدليل ان في احد الطرفين بياخد منشطات والطرف الثاني مستنى ان اللعيبه بتاعته، فقررنا ان الاثنين هيخرجوا وما يقدروش يكملوا معانا في هذه المباراه. انا طبعا يا شكل وحش قوي. ما هو ايه ده؟ في يعني في انت متضايق من ايه ده؟ ليه يا حبيبي؟ طب ما تقول مبرر وانا انت تقدر باصص لي كده. ايه اللي حصل لك؟ انت مش لسه قايل حاجه؟ لا لا في ده على فكره، ما تضغطش على الولد، الولد قال رايه هو صح. عارف ده مشكلته ايه؟ حضرتك بتاكل بطاطس. حضرتك بتاكل بطاطس عشان النوش ده كله. مبدئيا انا بعشق بطاطس من وانا صغير يعني. انا كان مش كل بقى حاجه تجيب لي تاريخك من وانت صغير. دي البطاطس زي الفل على حلوه. مفيش اي حد في الدنيا صغير كان بيحب البطاطس. بتحجر على رايي. لا انا بقى هتكسر الترابيزه. حب البطاطس دوت اول دليل على انك كبرت. انا بحب البطاطس جدا جدا. ايوه تمام. ومن وانا صغير ماما كانت بتعمل لنا صينيه بطاطس بالفراخ وتشوحها، خطيره بعشقها. ده مش طاجن بطاطس. امال ده ايه بقى؟ طاجن خرلمبو. مش عارف يعني، مش عارف، هو طاجن وحش وخلاص. اللحمه ما عجبتنيش، البطاطس ما عجبتنيش. يعني ده تمام، انا مش متضايق، مش بوم بوم، بس تمام، انا تمام مع ده. لكن ده ما جاش معايا سكه الصراحه. انا موافق. انا كده. انت موافق؟ موافق. وانت ايه؟ ما عنديش راي مخالف. لا انا سقسقينه. مش عارف سقسقينه في لا اقول لك حاجه. مهدي بيوافق الراي في حاجه هو ما بيحبهاش. ايوه انت فاكرك انا بحب ده؟ لا انا فاهم والله. يعني انا خدت الموضوع بشكل موضوعي تماما. انا دقت هنا ودقت هنا، ده مقبول، ده مش مقبول. ده بالنسبه لي طاجن بطاطس ما فيهوش اي مشكله. ممكن ما يكونش مبهر، بس طاجن بطاطس حلو ولطيف. طاجن بطاطس اي حاجه في الدنيا فيها. انا كده ابدا اشك فيك شايف في الصراحه يا عم. اي حاجه فيها بطاطس مطبوخه فهي غير مبهره. يعني لما تكون في التوب فورم بتاعتها فهي غير مبهره. فلو هي بالنسبه لك غير مبهره بالنسبه لي انا تبقى كارثيه. ما تفتكرش حضرتك ان صوت حضرتك الفخم وطريقتك المقنعه ان صوتك العالي دليل على ضعف الموقف هيقدروا يغيروا في الثوابت. انت بتتكلم على طاجن البطاطس او صينيه البطاطس دي موروثات في بص بص انا بقول لك اتفقنا. ده معلش بقى احنا اتفقنا مع بعض. اه بس انا اختلف معاك في اللي انت قلته. صينيه بطاطس محترم او بطاطس محترم يفوز على ده لو في هذا الشيء. اه يفوز على ده. اه يفوز على ده. انا اصلا مش مهتم بده اصلا. انا هو مجرد ان هو كسب الماتش ده مش اكتر. لا لكن انا بعشق ابو انا عارف والله ان احنا بنؤذيك نفسيا في حازم. انا معاك، انا معاك على فكره في الكونسيبت. وانا عايز احييك على التشكيله وعلى المنيو وعلى الاختيارات وبطل اللي بتعمله ده. انا بحاول اقول في حق الكلمتين. انا بحاول شكل وحش اللي بتعمله يا حازم. انا بحاول افهم انتوا ايه مشكلتكم مع ده. وانت ماسكه كده انت مش شايف ان في مشكله؟ ده بيطلع صوت وانت بتعمل ده دليل على التراوه. دليل صوته العالي رخر دليل على ضعف موقفه. دليل على التراوه. انت لو ماسك حته ناشفه وجيت تضغط ايه حته ناشفه اللي حمسكها دي؟ انت بتقول ايه؟ حته لحمه. يوه بقى هو انا كل ما تاخدني في الناحيه دي ليه؟ قول يا حازم التصويت بتاعك. التصويت خلاص يا قاعد بنعلي صوتنا ونتخانق مش هنقول اراء في الاخر. انا بالنسبه لي الطاجن ده ظريف جدا، ولو كان اتاكد سخن كان هيبقى احلى 10 مرات. ماشي. ده لسه محتفظ بسخنته. طاجن بطاطس بيزك ظريف جدا. ممكن اللحمه فيه مش احلى حاجه، بس انا بتكلم على البطاطس بالنسبه لي والطاجن ككل لطيف. فانت بطاطس نفس التحامل اللي تحاملتوه على طاجن البامي وهو برضو يعني عادي حلو. ماشي. انت بطاطس؟ لا انا اختار ده. يا ابني انا بدافع بس عن هذا اللي انتوا شركتوه طلعتوه سيء وبتاع.
طاجن بطاطس ظريف جدا عادي، بس ده احلى، ده اللحمه فيه طريه والبطاطس شاربه من اللحمه احلى. بس والله انا احيي فيك تحيزك لنعمه ربنا. حاسس ان انت واخد الموضوع من هذا المبدا. لا لا انا ما عجبنيش خالص البطاطس ده. ماشي، اذا ففي هذه المباراه الترويقه فاز، هذا طاجن البطاطس الوحش دوت خرج، بينما طاجن الترويقه الوحش ده هو اللي قعد معانا وتاهل للمرحله اللي بعد. بنروح الماتش اللي بعده، مباراه رقم كام دي؟ 6. المباراه 6 تقريبا، المكرونه بالبشاميل او المكرونه الفرن وطاجن الديناميت. طاجن الديناميت ده في منبار على مخاصي، مخاصي على كواكب يعني. مالك يا استاذ مهدي؟ لا مفيش، احمر لك ناجتس. واحنا صغيرين عارف ان الكبار كانوا يجيبوا اكل كده كل واحد على جنب يحمروا لنا ناجتس. بص يا حازم انا تمام، بص يا حازم يعني انا تمام. طب ادخل كده حاجه ايه، ادخل في الطاجن، ما نبدا بالمكرونه، ادخل في الطاجن ده. ماشي يا باشا، يلا اتفضل. اسحب لك منبرايه كده اهو بهذا الشكل. أيوه. على بص ده، ده مثلا ده ضلع، في ضلع. اه طب من فوق شكلها حلو، ايه اللي حصل لها تحت؟ آه ناخد ايه تاني؟ في عيكوة اهي، يعني ميكس. هات يا باشا. اه مهدي ايه، انا عاشق للممبار طبعا. طب حلو، حلو قوي. طب حلو، كويس الحمد لله. حلو حلو، انا قلت حلو قوي صح؟ اه هو حلو، حلو. طب ده وانت لوش ولا كأنك قلت حاجه. توارع ولا ايه دي؟ لا دي احمر. مش كمان، لا جنبها فوق. ايه والنبي ما حد واكل النبي ولا حتى هتنقط عليا حلو. نقطة جرب دي يعني انا مش هاكلها او ما استحمى بيها. دي ليا يا ريس. عادي دي ليا. اه ما مش كوارع عادي دي ليا. بص دي، بص دي يا مهدي، النبي ما حد واكل حته الفكه دي. انا فكرني بابو عفيف بابو علي مع ايوه مع منى زكي. خد خد الكل، افتح افتح بقك. عجبني صراحة، لذيذ والله. يعني ما اطلبوش صراحة بس لذيذ، اطلب كل حاجة لوحدها. المفروض دي من احلى مكرونة فرن ممكن تجيبها في السوق، المفروض يا مهدي. يعني ايه وحشة برضه يا مهدي؟ لا هي كريمي. ماشي هي كريمي فعلا، باين فيها طعم القشطة. لا ظريفة. ايه في ايه اللي حصل؟ اللحمة فيها مشكلة. يا مش عارف مشكله، يعني مش بايظه بس يعني انت حركنا جاي من الصحه، من مندوب مكتب الصحه. لو النعمه والنعمه تكلت ده حلو زي الفل، ودي لحمتها فيها حاجه غريبه. التست عايش شويه. مكرونه حلوه والطاجن ده حلو، ده خطير. بشاميل ده خطير، مكرونه حلوه، بس انا ما عجبنيش المكرونه، اللحمه المفرومه ما عجبتنيش. هو انت لقيتها ازاي اصلا؟ خدت ثلاث معالق لحد ما قابلتهاش. يعني ايه مش فاهم لحمه ايه؟ اللحمه المفرومه مش حلوه، ما عجبنيش لحمه مفرومه. انا بحاول افهم. لا عمرو ما فيهاش اي حاجه، ما عجبتنيش الصراحه. اصل البشاميل نفسه ما كنا خطير حلوه. لا لا يعني هو الطعم الكريمي طاغي، بس اللحمه تمام ما فيهاش حاجه. ده عجبني اكتر. اللحمه كلحمه تحسها مفرومه كده، مش انت بتصف عليا؟ وعجبك طاجن البطاطس اللي قبل كده؟ بتصف عليا انك عملت. وي ار جوينج تو فوت، تو فوت تو هيل الحلقه دي. الله تعالي يا بنت اللذينه انت تعالي. بص اللحمه، بص اللحمه عامله ازاي. انت عارف حلوه في الطاجن ده ايه؟ انت بتاخد حاجه وانت مش يعني بتتعرف عليها لما تحطها في بقك. وانا ليه احط حاجه في بقي وبعدين اتعرف عليها يعني؟ يعني كنوع من انواع التجربه. انا مش هفوت دلوقتي، انتوا بقى مع بعض. انا ايه يا استاذ مهدي؟ هل حد متوقع مني مفاجاه؟ طاجن الديناميت ولا طاجن البكره؟ على طاجن الديناميت اللي انا رحت فيه للحاجه الوحيده اللي باكلها وما عرفتش اخلصها. ايه بقى؟ هتعمل مفاجأة ولا ايه؟ مفاجأة غير متوقعة اطلاقا. اوه ده عكاوي. لا وفي سجق. مش عرفك، في سجق الاول على فكرة، في سجق تحت. بص بص لا ماشي، انا عايز ادوق حتة السجق دي عشان شوف. في سجق مبهرزة خالص. انا الفوت بتاعي معروف يا جدعان. ماشي انت ممكن اقول؟ انت دي والله العظيم توب دي. حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما بقتش شايف، ما بقتش شايف. دي احلى من السجق اللي كان في طاجن السجق. تطلع بره اختار. لا انا يعني انا عجبني ده، بس انا معلش في حضره المكرونه بالبشاميل ما اقدرش مكرونه بشاميل تبقى موجوده واختار حاجه تانية. اذا ده يضر بالبراند بتاعك. ما ينفعش. اه بالظبط. فانا ما يعني في حد لا يعني ممكن تخرج قدام لان هي داخله قصاد عتاوله، بس قصاد ده لا تكسب يعني. في عتاوله هنا لو عاوز، هتلاقي في عتاوله مدفونين جوه كلهم جوه تحت. في 2 عتاوله جوه. عامه احنا اخر حاجه وصلنا لنا السجق، احنا لو دخلنا بقى ده كل ده بايدينا، لو دخلنا بالمعلقه هتجيب واحد من الجيران اللي تحت تدور. انت عارف صاحب المحل في
في راجل في الدور اللي تحت قاعد بيقرا الجورنال هتلاقي نفسك سحبته من جوه الطاجن وهتاكله مش هتميز يا مان. لا لا يا حاج والله بس كان في طاجن بنيته وملك ويعني كنا بناكل طاجن اندفعنا شويه اسفين والله يا حاج مفيش حاجه خلاص. انت عندك راي مخالف؟ انا في جمله حلوه او كلمه قالها حازم عجبتني قوي ان الطاجن ده حلو بس لو كل حاجه لوحدها يعني انا مش هطلبه عشان اخد الميكس ده لو هاخد دي لوحدها طاجن يعني كل حاجه كوجبه هتبص بيها جدا بس خلي بالك من حاجه مش عاجبني انت رايح دلوقتي فرد وعايز تاكل تشكيله الطاجن ده ماشي انا برضو خطير يعني اتنين ممبار مش وعكاوي وضلوع وسجق و هو مش عارف هو ايه انت ده اللي شفناه انت ده اللي قابلناه هو باصص على هذا الشيء وما خفي كان اعظم يعني لا بس انا مش بكلم على حد بيروح انا بكلم على انا لو رحت مش هضرب ده كله ما انت هاخد حاجه واحده تمام فانا هختار المكرونه في النص صراحه الحمد لله الحمد لله تمام مبروك المكرونه في النص انت كده يعني ايه حلو ان انت هتقابل حاجه قدام حلوه هتجيب في حاجه قاعده معايا تنفعني متى احنا كنا ممكن نختار ده وندمر مهدي دور الثمانية هيبقى الكابوس بالنسبة ايوه دي يشرف يوصل ده لو عندك ازازة فينيك جوه فاكر الشرب المقلوب بتاع حلقة الجبل البيتزا اللي شبه الشرب المقلوب دي خد يا عم البتاع دي ايوه بس كده حكاية تمام فلنذهب الى الماتش اللي بعده طاجن ملوخية ضد طاجن ورق عنب بالكوارع ايه الاطباق الغريبه اللي انتوا جايبينها دي طاجن ورق عنب بالكوارع فين الترويقه بالمواسير وفين الديناميت بصرصور البحر اليتيم والحاجات الجميله اللي عارف عايز اقول لك احنا عملنا حلقه انا وحازم 10 مقارنه 10 اماكن مقارنه ورق عنب بالكوارع شفتها دخلت 100,000 ولا حاجه الحلقه دي يعني رغم ان احنا كنا مراهنين على فشلها يعني ما بس اتفرج على الكرييترز دايما يا جماعه لما بيتكلموا مع بعض بيتكلموا في تجارب عاديه لازم يروح رمي لك جابت كام فيو ما عندي ممكن بالك لا انا مره والله كنت بعمل حلقه نزلت اصورها في الطريق الصحراوي عملت 550,000 جنيه المهم بقى يا سيدي لا بس احنا اتفاجئنا ليه؟ ما عشان احنا قلنا ان مش اي حد هيبقى ليه الكيف ده طلع العكس ناس كتير جدا بتحب الطاجن ده اوكي تمام فعشان كده نجاحه كان غريب بالنسبه لنا كلام جميل جدا نبدا بالملوخيه بقى الملوخيه بعد المقدمه الرهيبه عن ورق العنب بالكوارع دي نبدا بالملوخيه حب على الحرف عشان ما بوظش الطبق ده زي ما بوظت اللي قبله ماشي كمان واحده بقى اوكي براحتك شكرا يا اختي بوظته ولا ايه لا بوظت الترابيزه الحقيقه مش الطبق ملوخيه لوز والله جميله قوي جميله مهدي لا يكسر انا اسف عشان دول مش متنافسين دول اصحاب دول يتاكلوا مع بعض ورق عنب امشي انتي مش حقيقة لا تعالى لوحدك ماكش في الكوارع صح دلوقتي ماكش في الكوارع صح والله مهدي ايه ده طب والله طب الحاجة ام الاختراع هات الله واحنا في انهي حلقة كان عندنا حاجة شبه كده كان عندنا ورق عنب بحاجة في حلقة المشاوي بط لما قال بط كان بط لا مش بط الضلع اللي تحتيه ورق عنب هو نفس المكان انت عايز تكسبه احسن حارس مرمى هو نفس المكان يا حماماتي اوكي الله ورق عنب مع كوارع في نفس القطمة بس الاحلى بقى اللي تحت اللي الله. تحت ده بيبقى شارب ايه بهريز ورق عنب لوحدها الله طب تسمح لي اقول لك حلو قوي 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 ان في حلقه المشاوي ورق العنب اللي كان مع الضلع ديت رغم ان انا ما بحبش الضلع كمان قوي زي ما اعترفنا ساعتها بس كان احلى من ده ممكن مش انت ممكن عشان طابع الكوارع طاغي عليها شويه وخلفك الراجل انت مش حابه دي ده 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 خطير ده حلو قوي الصراحه تاني كان حلو قوي اديك هديه لا مين انت عايز فوت فوت لا اديك هديه لا مش عايز انا تمام مش هاكل لا مش هاكل اكتر من كده عايز افيد اديك هديه لا مش عايز منه وش حاجه اخر مره اديت لي هديه بوظت له البنطلون بوظت له البنطلون ازاي لا والله يدلدل عليا جايب لي حته لحمه بتنقط يعني ما بتنقط دي دليل على انها واضح دليل انها مش لحمه واضح ان مراتك عندها حق فعلا في ايه ما تجيبش بلبس تجيبش شركه جديده وقلتنا غير البنطلون كمان والله في بنطلون تاني جديد جايبه ب 650 طيب انا مش هفوت دلوقتي انا عندي فايز انا عندي حد عايز افوق انا بس انا مش عايز ان ابدا كل مره ببدا انا طب انا ممكن ابتدي لا طاجن ورق عنب بالكوارع
طاجن ورق العنب. لا مفعش مفعش الطاجن ده مينفعش تفز تفوز. بس انت انت فاجئتني انا قلت انت هتكسب ملوخيه وش. لا الملوخية, الملوخيه حلوه قوي بس الملوخيه مش طبعها طاجن مش فارق معها قوي يعني. لا بس انت ما ينفعش ما بتحبش الكوارع وتفوزها. انا حبيت ورق العنب بالفليف. لا ما ينفعش. انا حبيت ورق العنب بالفليفر بتاع بنكهه الكوارع. ماشي يعني ايه المشكله في انك تكون عامل حاجه على مرقه حاجه؟ انا ما بحبش الحاجه اللي انت عامل المرقه دي بس بحب المرقه بتاعتك. هل يعني هل في جهه هتطعن في القرار ده ولا انا بطعن في القرار؟ لا يا ريت تطعن في القرار مش انت اللي جاب الطاجن. لا يعني انا اتفاجئت وانا بعمل القرعه ديت ان في حاجه اسمها ملوخيه اصلا لان مش مكانها قوي بصراحه. ده ليه على طول اي مكان بتفهم برنس ما اعرفش ايه ده كان دي ملوخيه حاطينها في طاجن. ده كان دي لكن هي ما تسودش في طاجن احنا كلنا عارفين. ده كان دي بينه ماشي 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 واحنا بنحضر الحلقه. فانا قلت له حازم ما شايف ان مش هتحطش يعني تبقى معانا في الحلقه. هو قال لي لا لازم تبقى معانا في الحلقه عشان هي بتقدم في الطواجن تمام. فانا ماشي قلت خلاص يعني مع ان كان في حاجات تانية ممكن نجيبها بس انا مش بقول ان هي غلط. وعلى فكره لو كان الطبق اللي قدامها مش حلو كنت هكسبها ماشي. بس انا حبيت الطبق. انا بس النقطه اللي بقولها المره اللي فاتت كان في طبق تاني مشابه كان احلى طعم ورق العنب فيه كان احلى. ده لو وصل النهائي وفاز حتى انت كده هنروح فوزنا. لا مين يا فوز ليه وانا سيء. وانا سوسن قاعد على الترابيزه مين ده اللي هيفوز؟ هو هيعدي الماتش ده وفلوسنا على كده. لا ما قصدي هو ده كده هيبقى طاجن ورق عنب بالكوارع اللي فاز ايوه انت كده بتفوزه. طبق ورق العطاجن ورق العنب بالطارب طاجن الكوارع بورق العنب يكسب الماتش ده يا عم. طب كاني هخاف من السيمنتكس او يلا انا حاولت الصراحه بس هو مصر دهوتي يا عم مش هيخاف من السيمنتكس. اهو سيمنتكس ايه كان ايه بقى وخلاص. على فكره عارف البتاع بتاع الديناميت ده كان فيه سيمنتكس تحت برضه مع مع السجق ده مدفونه تحت مع الراجل الكبير الكبير الجورنال. ماشي انا هفوت ملوخيه. انا ملوخيه بالنسبه يعني انا قلت مهدي هيقول ملوخيه وانت هتقول ده انت قلت شعر يا راجل في الطاجن وقعدت تشعر ثانيه واحده. الطاجن ده يقابل اي حاجه ده من اللي فاته هختاره يا ولد هختاره بحبه جدا بعشقه. ولكن الملوخيه بالنسبه لي هي جوكر لان انا بحبها جدا. هي جوكر انا بحبها بس زي ما مهدي قال هي جوكر مش في الطاجن هي جوكر عموما. هي موجوده معانا موجوده دخلت معانا معلش. الحلقه حلقه ايه؟ ماشي ماشي حلقة طواجن. انا فوز. ما هي وظيفه الطاجن؟ الطاجن وظيفته انه يحتوي الحاجه يعني مثلا تحط الورق العنب ني وتحط عليه الكوارع بشوربتها يقعد يبقبق ويستوي مع بعضه يديك طاجن ورق عنب بالكوارع. ماشي. انما الطاجن ده احنا عملنا الملوخيه في حله وقمنا دلقينه فيها شكرا ورق العنب بالكوارع. دخلناها ليه بقى؟ اتفضل اطلع الفاصل. لو كانت قدام منافس ضعيف كانت كسبت مش عادي. ايه المشكله؟ انا وانت كنا من ديبيت قبل الحلقه دخلتها ليه؟ لا انا دخلتها علشان فكره طاجن ملوخيه انت ما بتروح اي مطعم بيتقدم لك في طاجن انما هو داخل مثلا لو كانت قصاد المكرونه فرن والمكرونه فرن مش بالضروره تكون موجوده في معموله الله ينور عليك وكانت احسن منك كسبتها. الله ينور عليك بالظبط. انما ده هنا ده الديفينيشن بتاع الطاجن اصلا ان انت تحط فيه حاجات ني في ني مع بعض وتسيبهم يستووا في قلب بعض. فهنا دي وظيفته اصلا. انا وحازم رجعنا لبعض يا جماعه الحمد لله الحمد لله. كل اتقال اشاعات انا ومهدي اخوات عادي جدا. انا طاجن ملوخيه مع انه ماشي ما كسبش بس انا طاجن ملوخيه يا عم خد كمله بقى خلاص ماشي. كده احنا هنروح لاخر ماتش في دور ال 16 مباراه قويه برضه وهو ما بين هنشوف دلوقتي الفريق والفوتة. يلا بينا المباراه الاخيره في دور ال 16 قبل الانتقال لدور الثمانيه ما بين الفريق والفوتة. طاجن فريك باللحمه وطاجن فتة هيكون بايه برضه باللحمه موزه كندوز. انت اصلا مش انت محبين فرق اكتر من اللحمه؟ لا انا بحب اللحمه بس ما بحبش اللحمه المطبوخه. يعني ايه؟ بحب اللحمه المشويه. كباب كباب ستيك بتاع الحاجات دي كلها المشويات كمان. لكن كل المطبوخ ما بتحبوش؟ لا باكله بس مش بتطلبه مش مزاجي. اوكي. وفي طبعا في الحاجات اللي اتفقنا عليها دي ما باكلهاش اصلا. يعني اتفقنا عليها طيب تيجوا نبدا بالفريك. يلا نبدا بالفريك يا باشا. زي الفريك مالوش حاجه شكله مبشر واللحمه زبده لما تشوفها. الله استنى بص يا ابني هات طعم البتاع ده. خلاص يلا خد كل ده عظيم. على فكره انا مش كيف فريك خالص. ده رهيب رهيب والله العظيم. احلى لحمه كانت النهارده اقسم بالله رهيب. ايه ده يا معلم؟ في لحمه عاديه زي بتاعت الناس اهي. ايه اللي غريب يعني؟ ايه ده يا معلم؟ ايه ده؟ ده خطير. استنى بقى دلوقتي هيقول لك الفريق طلع ما بيحبش الشريك ويعمل لك كده. حلو قوي. الحمد لله احنا خفنا يعني. حلو قوي. ممكن اقول حاجه ممكن اقول حاجه عشوائيه جدا. ده يكاد يكون احلى حاجه جت النهارده. يكاد يكون احلى حاجه جت النهارده حقيقي.
أو يكاد يكون أكتر حاجة فاجئتني النهاردة. ده يعني وصل معايا مرحلة من الحلاوة مع طاجن البصل، لحم البصل بالنسبة لي. أوكي. فاجئني جداً. لا حلو معمول إيه ده؟ أنا بقول لك أنا بالنسبة لي حتى الحمام أكل رز لو فريكها حضرموت عنتر. طيب بس حضرموت عنتر. ناقصوا حتة حرقة. ناقصوا حتة ماي سيكا. لا. أكتر. لا سيكا لا زي لسان عصفور يمكن ده يمكن يكون يمكن برضو يمكن ماي أكتر من لسان عصفور. لا أنا قصدي إيه هو ممكن إحنا عشان إحنا أكلناه بعد ما هو يعني فضل شوية حلوين. عارف هو لسه معمول هيبقى فيه رمق لا بس لا بس حلو قوي نفسه مويست جدا اللحمه دايبه جدا لا مثالي راجل مثالي الفته يعني بموزه موزه كندوز مش ضاني عشان مهدي احنا حاولنا برضو نراعيه قدر الامكان عشان مهدي من غير وصف من غير ما جبناش الاكل احنا بنحبه عشان مهدي لا احنا على فكره ما ليش فرق خالص بناكل دي ودي الله ايه حلو هو قوي ايه الماتش الحلو ده ما تاكل مستني حضرتك يعني دبل جلافز ادخل بايدك استنى بقى عشان بحط بعمل البتاع اللقمه اللذيذه ودي ده برضو من نفس المكان يا جدعان فته مصريه اصيله دي اصيله جدا جميله جميل كانوا فين دول في الماتشات التانية دول كانوا خلصوا الصلصه جميله انا عايز شويه صلصه اكسترا بقى على الماتش صعب 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 احب انا قوي اللي يعمل الفته ويحسسك بطعم الخل والثوم فيه الثوم والخل باينين جدا في الصلصه لا الخل والثوم مش ثوم والخل عشان الماتش بيتلعب على ارض الخل انت بتقوم على العمود ايه يعني قفلني من الحياه ماتش صعب قوي قوي انا أوي. مش عارف اختار الصراحه قوي طب ايه الكلام صعب قوي الماتش ده صعب قوي صعب لان انت كمان قدام حاجتين الاثنين اوثنتك الاثنين حلوين طبعا الفته مور اوثنتك بس برضو في الطاج المور اوثنتك ايوه هنا بقى ناتي الى النقطه الحساسه الاساسيه والمهمه ومقياس هذه الحلقه هو الفته هنا انت حطيت فريك مع لحمه واديت شوربه وتحابيشك ودخلته الفرن والنتيجه دي ما تطلعش الا في طاجن ايوه مبروك لكن هذه النتيجه ممكن توصلها في صنايعي يعني. بس ده مش معناه ان انا حسمت الموضوع ده يعني فاكتور في صالح ده اللي حسب ده بس انا مش حاسم ده تيست وايز الفته اكلت زيها الفريق ده انا ازعم ان انا ما اكلتش زيها قبل كده صحيح كده نتيجه تعادل للتاني يعني ممكن اتكلم يعني ممكن اقول رايي مثلا في مش عارف اخد المايك هي قناتك ممكن اقول رايي في برنامجي هي قناتك مش هتكلم مش عارف اخد عايز اقول بقين كل ما ادخل وهي بقى الشرطه يا عم اصبر هي مرافعه طب يا سيدي اتفضل يا عم اصبر يا عم طب يا سيدي اتفضل انا كنت متوقع ان الفته انا كنت متوقع ان الفته تبقى حلوه صراحه بس ما كنتش متوقع ان الفريك يبقى حلو صح ده رقم واحد رقم اتنين الحته اللي انا حازم انه هنا فعلا ده يطلع بالحلاوه دي عشان هو في طاجن وانت قلت لا ده يطلع ممكن عادي في صينيه او في حله او ايا كان ليه لانه تركيب هو حط في تحت في طاجن هو تركيبه بالظبط العيش الرز الصلصه وحط عليه بتاع وقد ما لك في طاجن شكلها حلو في الطاجن نفس على شكله الملوخيه والمكرونه سليم. البشاميل هل اصلا بقى كان ممكن يحط تاتش سبايسي ولا كان هي تقدم لا كده؟ كان هي الحاجه الوحيده يعني انا هديله 9.5 من 10 فهذا النص بسبب ان هو مفيش سبايسي حته كده كان محتاج شطشطه بسيط قوي طيب ايه رايكم نقول 1-2-3 واحنا نقول طب استنى اديني شويه انا لسه بفكر انا عندي سؤال لو انت جعان تطلب ده تاكله مش محتاج جنبه حاجه صح تطلب ده تاكله ينفع تقول مش محتاج جنبه حاجه وجوه لحمه فكفايه ما هو نفس الفكرة كاربو لحمة أنا فاهم كاربو لحمة وعيش وتحييق وخل وتوم و متفهم بس ماشي هي valid point برضو طب ما تكون وجهة نظر ما تقولش خلينا نقول 1-2-3 طب انت قول ونرزع قول انت حاجة لا نقول 1-2-3 ونقول مع بعض لا قول لا نقول 1-2-3 ونقول مع بعض حاجة جديدة ما عملناش قبل كده وجهة نظر خلاص كله أجمع لا استنى اديني ماشي صعب انتوا قررتوا؟ 2 hours later انت مقرر بحزم؟ لا مش مقرر يعني كل ما اجي افكر هنا لا واروح لا لا في لا لا كده يعني كده الاثنين حلوين والاثنين جامدين اوكي انا جاهز فاكر الحلقه اللي فاتت البوفتيك والصبيت كان كيس مشابهه بدي بس لا بس البوفتيك كان وحش صح
لا بس وتك وتك بس انا فاهم انه ما كانش لا مش درجه ما يتاكلش بس ما كانش احسن حاجه. لو انا فاهم حازم صح وهو بيتكلم على النقطه اللي بتنسى فيها الطبقين اللي قدامك وبتفتكر تاريخ الطبق بالظبط. ايوه بس انت فينا قلنا ده بيطلع في طواجن واحنا مين حلقه طواجن هو ده اقيم واقدم واتقل. ما انا لو رديت على حبتدي احرق. انا هقول ايه كونت وجهه نظرك واحد. لا انا ما كونتش. انت بكونت انا ما كونتش. طيب خلاص اتفضل كون. ان ايترنيتي ليتر. ماشي خلصت. واحد اثنين ثلاثة انزلنا اربعة صح؟ يعني هنقولها في في الاربعة. في الاربعة. جو. واحد اثنين ثلاثة. فريك. يعني انا لما قلت هحكم على التاريخ توقعت ايه؟ انا لا انا فاهم. انا خدت الصدمة بجد. خدت الصدمة بقى. خدت الصدمة بقى. بس ده جميل موت. جميل موت يعني. فتة. انا مش منزعج خالص. انا مش منزعج خالص. انت منزعج يا. خالص والله العظيم ما منزعج خالص بالعكس. على فكرة انا الوهلة كنت اروح مع الفتة والله. بس انا ما زلت متمسك بحتة. الطاجن. الطاجن. ماشي انا معاك. هنا دور الطاجن. يمثل جزء يعني جزء كبير قوي قوي من حلاوه هذا الدش او هذا الطبق. بس شكرا جزيلا. كان تمثيل مشرف. جربوه يا جدعان. جربوه لازم تجربوه يا جدعان. حلو قوي قوي. احنا انت قلت المطعم حضرموت. يلا الاثنين بيتم من حضرموت كده. احنا خلصنا الدور 16 الثمانيه وسوف نذهب الى دور الثمانيه. هيا بينا. اهلا بيكم في دور الثمانيه. اتفضل يا باشا. بعد ما الواحد طبعا بيمر دلوقتي بوعكات صحيه مع الطواجن دي كلها فاحنا خلاص يعني اظن احنا خدنا من صوت نفسنا ما يكونش طالع في المايك. خدنا خبراتنا من الطواجن. حازل ده ماتش بيبقى فيه طاجن رز معمر ولسان عصفور. بالله عندي سؤال. اتفضل. ترشيحات كويسه موجوده ولا خرجت؟ لسه موجود. اوه نايس. انا خرجت. لا هو في ماتش انت كنت محموق فيه ومش فاكر. انا اذى امي انه اختار الملوخيه. هتشوف في الاخر. ماشي. طب انت فاكر؟ انا فاكر انا كاتب ايه بس. لا موجوده. رز معمر وبالقشطه. على نفسه على فكره. يعني مش لازم تجيب لنا عيلته كلها. ما احنا عارفين يعني. ايه الكلام بقى؟ مستر مهدي يبدا بقى. انا هروح للطبق اللي بيجمع حاجات كتير حلوه. اولا هو الاكثر تكاملا. يعني بيفكرني شويه زي ما قلنا احنا عملنا مقارنه سريعه ما بين لسان العصفور وما بين الفريك. قلنا ان الفريك نقصه ان هو يكون مشطشط شويه زياده بس يشكر في انه مويست شويه ومندي شويه احسن من لسان العصفور. لسان العصفور دوت كان مشطشط ومظبوط على مستوى التوابل والكلام دوت بس انا حاسس ان هو انشف من اللازم شويتين. ولكن طبق جميل جديد بالبروتين بتاعه بالمعرفش مين. انا في رأيي الشخصي متكامل اكتر من الرز المعمر. رز المعمر طاجن 100% لا يجوز انه يتعمل الا في طاجن. بس محتاج حاجة جنبه ما ينفعش يتاكل لوحده. وزي ما بنقول في حتة تعجينة كده تجعل من الصعب جدا انه يتاكل لوحده حتى لو انت بتحبه. انت محتاج حاجة معاه. محتاج حاجة اللي محتاج انت بعلقتين تلاتة هتلاقي نفسك ابتريت الدنيا تنشف منك. صحيح. لذلك انا تصويتي يروح للسان العصفور. انا بالنسبة لي برضو عندي نفس الـ 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 يعني نفس الكلام ان الاثنين محتاجين طاجن علشان يطلعوا بنفس البتاع. محدش فيهم مثلا هيطلع في صينية بتاع احلى. لا هما الاثنين في طواجن طالعين حلوين ومطبوخين في طواجن تمام. عندي نفس النقطة بالظبط. التكامل الأكثر. النكهة الأعلى الأزبط اللي أقدر أكله لوحده من غير ما أحتاج معاه سايد. اللي هو قاله ده عشان اللي هو إيه؟ لا ولا حاجة. خدش بالي والله. كمل خلاص معلش. ف ما تقفش عندها هتبوظ. في النهاية طبعا طبعا لا لسان عصفور. ده أنت بتمشي كده هي هتوقف كده. طب بس جهد. لا هو يعني قول تحليلك برضه. لا هي الفكره كلها فعلا ان طاجن الرز المعمر انا بعشقه ولكن هو غير متكامل. بس سيد نقطه لطيف يعني. نقطه صح. يعني هي طالب جنبه حاجات وبتاع لازم تاخد طاجن رز معمر جنب السفره. طاجن صناع عصفور باللحمه هو طاجن شبه متكامل بحد كبير جدا. عايز طبق سلطه جنبه خلاص. ممكن تاكله لوحده. عامل بروتين فيه حلو. لو كان رز المعمر فيه بروتين كان ممكن الرأي يختلف صراحة يعني. هو فيه كده؟ فيه كده. فيه كده. رز معمر بالحمام وتاجر رز معمر باللحمة والكبد وموال يعني. كانت صراحة الموضوع يختلف شوية. بس معرفش ايه ما كانش.
انا اشاركك الراي، بس انا حاسس اللي سال عصفور استوعت حلو قوي يعني بجد، والشطشطه اللي فيه زي ما قلنا في الاول وبتاع، لا يعني طاجن جاي حلو قوي. ف لا بس لا كمزاجي انا لو قدامي الاثنين يعني، لو هو خلاص انا قدامي الاثنين بس، لا ممكن اجوفر لسان عصفور. انا لا لو ده فيه بروتين انا كنت هاخده من غير ما افكر كيد وش. لا أنا بس هو من غير بروتين، انا لو الاثنين قدامي وحتى ده لو فيه بروتين، لا انا هيفضل عنده فيه المشكله اللي دايما بتضايقني شويه من الرز المعمر، فكره ان هو تعجين قاحت شويتين ومعجن. ماشي كده لسان عصفور فاز على الرز المعمر لنصف النهائي. على عيني والله على عيني، مبروك تمثيل مشرف. طاجن لحمه بالبصل ضد طاجن العكاوي. اقول قول انا بعشق طاجن العكاوي بخطير يعني، من كذا عند كذا حد. طاجن لحمه بالبصل انا في الطبيعي ما بملوش، ما بقولش نفسي طاجن لحمه بالبصل، حتى رحت مكان مش هطلبه، ولكن الطاجن اللي جدا هو غير فكرتي عن طاجن لحمه بالبصل. طاجن متكامل فعلا، تحبشت البصل، الكرمله بتاعته، التوابل بتاعته، اللحمه مستويه جوه حلوه قوي مظبوط. طاجن عكاوي حلو وكل حاجه، بس هو ما ابهرنيش زي ما ابهرني طاجن لحمه بالبصل. طاجن لحمه بالبصل الصراحه بتاعت عادل امام دي. انا وانت طول الليل يا انس. اخالف الراي تماما تمام. العكاوي دي حاجة بريشس، قيمة جدا، وعادي العكاوي ممكن تتعمل بنفس الطريقة بنفس البصل بنفس البتاع وتبقى أحلى من اللحمة القطعة دي ألف مرة. يس. أنا بالنسبة لي برضو حتى في الطاجنين، طاجن لحم بصل بالبصل جي حلو جدا، بس طاجن العكاوي جي حلو جدا جدا، فأنا بالنسبة لي الاثنين جايين توب فورم، فأنا بالنسبة لي طبعا هختار العكاوي. طبعا في واحد مستني يخسرني دلوقتي وبيترقص اهو. اتفضل. ده فوت خلصان من قبل ما يبتدي يعني، انت عارف انا كنت يعني انا كنت ممكن يعني عادي اركب معاكوا الموجه واقول لك لحمه بالبصل موجه من ده. حتى لو حاولت تحط عليها ستيجما دلماتي موجه 100% انا في الموجه. بس عكاوي ومحمد حازم توب تاني اهو. بصل طاجن بصل صح، محمد البصل. انا مع حازم في حته، هو قال حلو قوي ان الطاجن العكاوي ده لو كان جاء في نفس مستوى يعني معمول في بصل كتير ومش عارف ايه متكرمل كنت هختاره. عشان هو جاي توب فورم ومش لازم يبقى عليه كيلو بصل، ده طاجن بصل يعني، ده هو المفروض اصلا طاجن بصل. الدنيا بتتضرب مع بعضها. هو فعلا يعني طاجن البصل ده محتاج، معلش على اللفظ اللي هقوله دوت، على الاسباس الانترمولكيولير اللي موجود، اللي هي يعني محتاج البروتين بتاعه يسيب له مساحه علشان تعرف تغرف منه. يعني عارف انت كبر بقى الموضوع قوي، فاهم؟ يعني كبر الموضوع جدا، فانت في نهايه طاجن بقى طاجن معاه دكتوراه فخريه. اقول لك ايه طيب، لا بجد لو عكاوي على دوت مش هتلاقي فيه هبرات البصل اللي انت ممكن تاخدها في وسط حتت لحمه. حتى كمان انا بحب الطاجن دوت لما تكون حتت لحمه اللي فيها اصغر، بس هي ميكس حلو قوي. ماشي، بس هيبقى حاجه ثالثه. هي عادي يعني مش هيبقى كومباينيشن ما بين ده وده، ده هيبقى حاجه ثانيه خالص. انت عارف العكاوي، لكن ان البصل يتكرمل بالشكل دوت، لا محتاج كثافه في البصل بتاعه. ايوه عادي ممكن تتعمل في العكاوي، تعمل مش ازمه يعني. انا بس هنرجع برضو ده هيكون لكل الاذواق اكتر كمان. كل الاذواق. ماشي، انا بالنسبه لي دي حلقه الطواجن. طاجن العكاوي ده طاجن عكاوي، والطاجن اللحمه بالبصل طاجن لحمه بالبصل. لا انا اسف يا فندم، مستحيل يكون اي حاجه الا طاجن. انا اسف يا فندم، لو اتحط في صينيه يبقى صينيه لحمه بالبصل واحنا عارفين شكلها عامل ازاي، حاجه تانيه خالص. معلش بس طاجن العكاوي لا طاجن العكاوي طاجن عكاوي. انت معاك طاجن العكاوي طاجن عكاوي ارجمنت يعني. لا طاجن العكاوي طاجن عكاوي. انت متخيل بقى، انت بتقولها مرتين قدامي، ده كده ايه ست نقط يعني؟ الحكم للساده جمهور. لا الحكم للاحمد عكاوي ومحمد حازم توب تاني. سبام الكومنتات تاني. الحكم للساده الجمهور لما هم اللي يلعبوا دور ال 16 عندهم يقولوا لنا النتيجه عندكم بتتعمل ازاي. ماشي يا عم، طاجن احمد بصر ده طاجن امير، مش معنى كده ان طاجن العكاوي وحش. يا سلام، مش معنى كده. انا بقدر طاجن العكاوي، بس طاجن لحم بصل ده شوف الكرمله اللي جايه عامله ازاي، كان بيرقص خطير. حلو عظيم جاي حلو. ده من اكتر الفليفرز المتفرده في كل اللي احنا اكلناه. كان حلو قوي قوي قوي. اوعى تفتكر ان كلامك التقيل ده هياثر على الجمهور ابدا. يا عم انا مالي مال الجمهور. الجمهور ما يفرقوش معاك يعني؟ لا 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 لا، الجمهور واحنا بنلعب دور 16 الفيصل فيه هو راينا، لو كنا تاثرنا براي الجمهور يبقى احنا بنخون الامانه للجمهور ده لنا.
كل ده عشان تبرروا اختياركم لتجديد البصل. بره احنا كسبنا يا فندم. الماتش اللي بعده المباراه القبله الاخيره المباراه القبله الاخيره في دور الثمانيه، طاجن الترويقه والمكرونه الفرن الحلوه الجميله المعتاده الكلاسيكيه ام عيون جري. ايه كلام حازم يفوت ده الاول؟ المره دي انا هفوت بقلبي صرف. بقلبك؟ ماشي. مكرونه بشاميل. ماشي جات لك على التطاطس. ليه انا عجبت بالطاجن ده جدا ومصر ان هو لو كان جه يعني لو اكلته اول ما كان لو كنت اكلته اول ما كان سخن، لحمه دايبه طعمها حلو، البطاطس اللي تحتها طعمها حلو رهيبه، الصوص بتاعها خطير، كل حاجه، بس مكرونه بالبشاميل. يعني شفت انا احتجت اوصف هنا كتير قوي واقول كلام كتير قوي، بس انا قلت مكرونه بالبشاميل. المكرونه بالبشاميل مش شرط تطلع في طاجن. بس لما طلعت في طاجن طلعت حلو. ايوه طبعا ده 100%. لا انا هنا هتنازل عن عايز اقول حاجه، انا ممكن يكون الطاجن ساهم في انها تحتفظ بطعم الكريمه اللي فيه اكتر هي من هتعمل الصواني احلى 100 مره من الصينيه. 100% ثانيه يعني الطاجن ضفلها. انا ماشي، انا معاك، انا معاك ان ده بعكس الملوخيه مثلا، انا معاك ان ده وجوده في طاجن ماشي، ده وجوده في طاجن اهم بكتير واقيم من المكرونه 100 مره. ماشي انا معاك والله، واخد بالك. حاضر يا احمد. المهم هو في لاعب لا دي حاجات خارجيه. فاللحمه حلوه قوي، بس انا بالنسبه لي لا، انا هنا احتفظ بكل ال 100% بتوعي لاسم المكرونه البشاميل. جود جيم يا كابتن. جود جو انت وجود انا. وكما انت عارف انا هجو فين، ما اصل انا ما انت جوزها يعني، لو انت عاوز تجو اللي جاي كله بيني وبينك هو خلاص. سلام في اتجاه لو في اتجاه معاكس بحس ان انا ايه اقهرك، يبقى مكسب زياده كمان. طيب انا بالنسبه لي للاسف الطاجن ده ما جاش في التوب فورم بتاعه. لا جه في التوب فورم. لا ما تصدقوش. لا انا بالنسبه لي ما تصدقوش. ايه انا رايي كده؟ ايه اللي ما تصدقوش؟ يلومنا بحته ان احنا مش هممنا راي الجمهور، وهو اكثر من يحاول ان يتلاعب بمشاعر الجمهور. عمال يضغط عليا كل ما اقول حاجه يقول لا مش عايز يزق عليك. لم يحدث ذلك. اهو انا بقول مش جاي من التوب فورم. البطاطس اللي جواه مش دايبه كفايه، مش متحبشه كفايه، مش دايبه كفايه. ده انا اجيب شوكه واعمل تيست دلوقتي على ذوبان البطاطس ارجوك. لا 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 اللي بيحصل ده يا فندم. ممكن اكمل؟ اتفضل. انا بقول مش كفايه. انا حر ماشي. انا بقول كده ماشي. فكره الحر الضلع ده لا مش كفايه خالص انها تيجي بهذا الشكل. زحلق البطاطس اللي مش دايبه. ها ايه رايك؟ بص شايف العنف؟ شفت ايده هيك بتوعش وهو شوف. لا انت ضغط عليها كذا 100 مره. حازم لا يا حازم لا دي مش دايبه. ده انت عملت الصوت يا لهوي. دي مش دايبه. بص حازم دي ما خرجتش من الناحيه الثانيه. بص حازم مين اللي ما خرجتش من الناحيه الثانيه؟ اهي يعني هي مش لازم تبقى مش بيوريه. لا طبعا مش درجه بيوريه، بس هي لو كانت مستويه في قاع طاجن هتدوب تدوبك بدينك دوق دي. والله يا ابني ما قلتش حاجه، هي مش دايبه كفايه بقول لك. اوعى تجيبها ناحيتي. دي حاجه. فانا ما عجبنيش. انا لو كان هي فعلا متحبشه صح ودايبه كنت اخترتها. انتوا يعني انتوا ملاحظين بس ان انا على طول بدافع عن طواجن انا ما اخترتهاش، بس احس ان انتوا في تحامل رهيب على الاولاد النهارده. كلهم ولادي. وانا عشان بقول رايي فبتحمل. يا فندم قول اللي انت عايزه. اختار اللي انت عايزه. اختار يا حبيبي اللي انت عايزه. لا انا مش عاجبني الطريقه الصراحه، كل ما اقول رايي في حاجه تقول لي اصل انت بتيجي على مش عارف ايه. انت 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 كده بتقلب الجماهير عليا، ودول اخواتي وحبايبي واهلي. انت ما تقول الجماهير وحازم توب، ما هو الجماهير معاك كده كده، انت عايز مني ايه؟ وبعدين انت تحجر على رايي. طب خلاص مش هحجر على رايك يا فندم، انا بس كنت بثبت حالي. ماشي انا كده كده مش مع الطاجن ده، انا مع مكرونه بشاميل اللي انت اصلا اخترتها تمام. بس انا بقول ان هو مش في التوب فورم عشان كده ما اخترتوش. انا بدي مبرر اصلا انا ليه مش اختاره. هسالك سؤال اخير ومش مش مش هجادل فيه ومش هرد فيه. ايه التوب فورم فيه بالنسبه لك؟ لو تتبيله الطاجن ده تتبيلته الخضار اللي جوه زي مثلا طاجن البصل اللي احنا مثلا اول لسان عصفور او الفريك، كنت هختاره مستريح، لان انا كنت هستمتع اكتر بالخضار اللي موجود هنا والتحبيشه اللي هنا. انا مش مستمتع بيها الصراحه خالص، مش عشان فيها ضلع عشان اقول خلاص ما راح مع الضلع، لا مش مستمتع بيه. بس لكن عشان كده اخترت المكرونه والفرن. هي دي من فيهم
ده الضلوع ده الترويقة، الضلوع اللي تحتها بطاطس وبتاع. التانية اللي كان فيها الممبار دي حاجة ده هو هي خرجت لوحدها اللي هي لعن الله من ايقاظها. دي اللي كانت ضد طاجن البطاطس اصلا اللي بالصلصة بس. ف كده كده هنفوت كلنا المكرونه الفرن، مع ان احنا كنا يعني فوتنا مكرونه الفرن فوت في نفس الحاجه، ولكن بس ان هو انك توافقه لا ما ينفعش، ما ينفعش موافقوش. انا عايز اقول ان لا ازاي، فخلاص مكرونه الفرن يا جدعان راحت لنص النهائي، راحت لحل جماعه. والله انا والله العظيم ما بجادل رزاله، بس عشان اعرف اللي هيحصل في الكومنتات. بس احنا بس بنعطي كل ذي حق حقه، تمام. وفوزنا مكون الفرن عايز ايه؟ الطاجن ده ملوش لسان يتكلم عن نفسه، بس والله هو كان لطيف، يا عيني لطيف جدا جدا، جميل والله. تمام، المكرونه الفرن انا اخترتها من اجل المكرونه الفرن، وشكرا جزيلا. شكرا، سلم عليا حبايب والله. وخلاص اللي بعده المباراه الاخيره في دور الثمانيه، يس، وهي مباراه قويه جدا، ده ماتش حلو قوي، ما بين ورق العنب بالكوارع والفته بالموزه. ما دام قلت ورق العنب بالكوارع يبقى تقول لي ميك سنس يعني. مين هيبدا؟ مهدي ابدا انت. انا ابدا انا؟ ماشي. الطبقين او الطاجنين دول هم مقربين جدا الى قلبي لابعد حد. احنا قلنا حتى في الدور اللي فات ان ده شكل الفته مش شرط يجي في هذا الشكل، تمام، ممكن تيجي بشكل تاني وتيجي بنفس الحاجه، لكن انا طبعا وهي طبعا خطيره وما فيهاش كلام خالص، 10 على 10. اما طاجن ورق عنب بالكوارع فهو بيجي في طاجن، ما ينفعش غير في طاجن، وهو من احلى الاشكال اللي ممكن تاكل بيها اي طاجن اصلا. وميكس الكوارع مع ورق عنب خطير ولا يقول عليه، ويعني دسمت وحلاوه الكوارع مع ورق عنب خطيره جدا. تحليل محترم جدا. فانا شوف ما اتكلمتش ازاي، تحليل قمه في الاحترام، جميل جدا. يعني معنى كده ان تحليلاته قبل كده ما كانتش، لا 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 يا سيدي كل كلامه محترم. انا قصدي يعني اللي هو ايه، اما الكلام بيميك سنس 100%. بص حسام النهارده كلامك مع يعني استاذ عمرو بصراحه لا. كله من على الوش منبار ومن تحت حاجات غريبه يعني. طب طاجن ده مجننك. انا هفوت الى طاجن ورق عنب بالكوارع الذي لا يعلى عليه. خش انا، ما انا عارف هتفوت. انا ما برقصش. طبعا برضو زي ما قلنا طاجنين. انا على فكره انا بعشق الفته، انا الفته دي من اكلاتي المفضله في الحياه عموما، يعني في العيد، لا عموما في العيد وبره العيد وفي كل وقت. وعلى فكره دايما بحب اكل الفته بصلصه كتير، يعني احب احط صلصه كتير. الموضوع ده بالنسبه لي، احنا بنعمل طبق صلصه بره عشان تنشف، يعني احنا بنحط صلصه وبنعمل صلصه بره برضو بالظبط كده. وطاجن ورق العنب بالكوارع برضو خطير، وجاي النهارده خطير، بنحط كوارع بره برضو. عشان كل ما فانا بالنسبه لي هروح برضو اللي عمرو قاله، ان طاجن ده محتاج طاجن علشان يتعمل كده ويتعمل بالحلاوه دي ويتعمل بالشكل ده ويطلع شارب من الكوارع وتطلع الكوارع بالحلاوه دي. فانا افوت فور ورق العنب بالكوارع. انا كنت بحبكم اكتر وانتوا كارهين بعض. احنا ما بنكرهش بعض ابدا، وانتوا مختلفين مع بعض، ده اخويا. وانتوا جادين على بعض. ماشي يا سيدي، حاضر، احترام راي اغلبيه بدون اي تعليق، بدون اي تعقيب، بدون اي ملاحظات جانبيه، خلاص. انت كنت صار ايه؟ الفته طبعا. وش؟ طبعا. ماشي، مع ان انت فوزت اصلا الكوارع. كان حلو بس كسبها كوارع عنب، خلي بالك. انما هو هنا بالنسبه له ده طبق متكامل بالنسبه له 100% و 100%، والكومبوننتس بتاعته كتير وظبطه مش سهل، ونزل ماتش صعب وصاد الفريق، بس هو حقيقي كان حلو. هو حلو طبعا. هو على فكره ما حدش شاف في دور الثمانيه وحش. كل دور الثمانية الصراحة في التوب فعلا وحلوين، إلا الدور اللي فات. هل سنذهب الآن إلى نصف النهائي؟ سنذهب الآن بنا إلى نصف النهائي. أول مباراة في نصف النهائي، طاجن لحمة بالبصل ضد طاجن لسان عصفور باللحمة. الاثنين طواجن أصيلة ومؤصلة، وأعتقد يستاهل يكونوا في هذا المكان. حقيقي جدا. يعني فما هو رأيكم يا شباب؟ فماذا نحن بفاعلين؟ انا شايف ماتش صعب قوي، صعب جدا 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 جدا، بس انا عندي العنصر الحاسم بالنسبه للراي. انا عندي وينر برضو، انا من اول ما شفتهم اصلا انا عندي وينر بسهوله جدا. يا راجل انا مش بسهوله جدا ولا حاجه. لا مش بسهوله، ما اقدرش اقول بسهوله، بس عندي وينر. تمام. رغم انه ماتش صعب، رغم انه ماتش صعب جدا بصراحه، وان ريسك ان احنا بنقول نفس الحاجه وما يبقاش فرصه لعمرو. هقول لك حاجه، كل واحد فيهم في عنصر تميز يكسبه على التاني، بس انت لازم تختار واحد فيهم. لا اشرح ده.
في عنصر البصل مع الصوص مع اللحمة الدايبة مع 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 وينقص طبق رز بالشعرية كي تكتمل السيمفونية. أو رغيف عيش. أو رغيف عيش. رغيف عيش. أيوة. أه. فده ده الصوص اللي فيه مع الدوبان مع الكرملة البصل مع 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 تجعله بهذا التكامل. أما ده وجود اللسان عصفور بيسمح انه يمتص الفليفرز والبهاريز بتاعت الشوربه وبتاعت اللحمه بس اتس تو دراي. لا لا مش لا ده برضه ده برضه يشرب ويشتغل بس ده مش دراي خالص. لا ما انا عارف ما هو ده بقول لك ده عنصر الطراوه والمويستشر والكلام ده كله وده في عنصر ان انا عندي هنا كرب هو صح. اللي شرب النكهات دي كلها اي لا انا طب ممكن نعمل واحده واحد اتنين اه طب ماشي قول تحليلك ونعمل واحده انا شايف انه 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 ده هو ينقصه اه صيد ولكن لو جبت نص رغيف عيش وكلت بيه انا مش هنبسط انا هطير في السماء. حلو جدا جوسي فعلا تمام ميه البصل مع اللحمه مع البصل ميكس رهيب دايبين في بعض قوي طعم الكرمله مرعب ده حلو وكان معمول حلو قوي وكان متبل كويس وكل حاجه بس ده انا حاسه بدي تجربه كامله مش قوي اه عشان ما فيش جنبه مثلا صيد زي الرز او العيش بس هيظل برضو يعني تقيل. هو مش لازم ان انت تكسبه عشان هو يعني عشان محتاج حاجه جنبه اه يعني بالظبط هو ممكن هو يعني عادي اجيب له حاجه جنبه التكامل التكامل عنصر بس مش عنصر حاسم بالظبط تقيل قوي تقيل قوي 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 ودقت فعلا حاجه متميزه جدا وفريده يعني ده ميل شويه الفريك يعني مش كطعم هو الفريك تميز عنه ده يتميز عن الفريك بانه كان متحقق كويس والتوابل بتاعته قايله التاني كان مندي اكتر كان ده أكثر. مميز قوي 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 ما دقتش زيه بالسهوله يعني 1 2 3 1 2 3 طاجن بالبصل 3 طاجن بالبصل يصل نهائي طاج اللحم بالبصل واعتقد وصول جامد جدا جدا ويستحق بجداره يعني فنروح للماتش الاخير اللي قبل النهائي المباراه الاخيره في نصف النهائي اللي هتاهل الطرف اللي هيلعب على اللقب يا جماعه ايوه ما بين المكرونه الفرن وما بين ورق عنب بالكوارع الله اكبر الله اكبر مين هيبدا لا ما ينفعش ابدا انا ما اعتقدش في هذه الحاله هو ماتش ما بينكم انتوا طيب اسمح لي ابدا اوكي طيب طبعا انتوا عارفين يعني اهميه الشيء ده بالنسبه لي في حياتي هو المكرونه بالبشاميل والطاجن ده طعم الدخله دي وانت قلتها والطاجن ده والطاجن ورق العنب بالكوارع مقدمات واحد هيضحي بابنه لا ورق العنب بالكوارع بجد معمول حلو قوي وبجد هو ده الفورم السليم للطاجن والفورم السليم يعني ورق العنب حلو والكوارع نفسها حلوه ونظيفه وشارب من طعم الكلام اللي احنا قلناه في الاول فاحنا مش هنقعد نعيد ونزيد ففي النهايه حاجه مشرفه جدا جدا وصول المكرونه بالبشاميل معانا للسيمي فاينل ولكن طبعا ورق العنب بالكوارع مكرونه بالبشاميل طبعا مكرونه بالبشاميل طبعا طبعا مش هتقول حاجه ما فيش انا ما انا حاسس ان انا مساحه دخلت انا ما بحبش الكوارع ما باكلش الكوارع زي ما بالظبط ما بحبش الضلع او اللوحه بتاعت المره اللي فاتت ولكن انا بقول ان اللوحه المره اللي فاتت ضافت لورق العنب طعم انا حبيته انا كان ممكن اخلص ورق العنب كل المره اللي فاتت المره دي الكوارع مديه فليفر مختلف لورق العنب انا ماليش فيه حلو بس مش زي التاني فبناء عليه انا تجربه ملعبك تجربه الطاجن بتاع ورق العنب مع حاجه تانية دي مش احسن حاجه شفتها فيه انا راجل متحيز بشكل واضح مش موضوعي في الموضوع لكن المكرونه بالبشاميل تاريخيا انا بموت فيها والمره دي الطاجن ضاف لها حاجه خلاها حلوه قوي ماشي احنا قلنا في الاول في مجال كنا على المكرونه بالبشاميل قلنا ان المكرونه بالبشاميل عشان تطلع حلوه مش شرط تتحط في طاجن بس لما تحط في الطاجن تطلع حلوه يس ومحمد حازم حتى في لما بيعملها عنده في الستوريز البشاميل الخميس بالنسبه كبيره ما بيعملهاش اصلا في طاجن بيعملها عادي جدا في صواني تطلع نادره لما بيعملها في طاجن تحفه وجميله وكل حاجه فهو مش شرط يبقى كده لكن عشان يطلع هذا الطاجن بالحلاوه لازم يتعمل في طاجن الورق عنب بالكوارع تمام وهو طاجن الصراحه متكامل يعني بشوف انه متكامل جدا انت بتقول ايه صينيه مكرونه بشاميل طاجن ورق عنب بالكوارع إيه؟ يعني لما تيجي تقول مكرونه بشاميل اول حاجه هتقولها ايه صينيه مكرونه بشاميل وطاجن ورق العنب بالكوارع اول حاجه هتقول طاجن ورق عنب بالكوارع فهو في الصراحه طاجن ورق عنب الصراحه بالكوارع انا شايف ان هو يفوز على المكرونه بالبشاميل طبعا ان هو ما تزعلش انت ابني انت جامد ولكن طاجن ورق عنب بصراحه يفوز ويصل الى النهائي ليقابل لحمه بالبصل الماتش النهائي المباراه النهائيه بين طاجن ورق العنب بالكوارع وطاجن لحمه بالبصل انا يعني ايه هو ماتش قوي
واعتقد يستحقوا ان هم يوصلوا هنا. ممكن مهدي ما يوافقنا الراي يعني، بس هو هم يستحقوا. هو مهدي وافقنا الراي النهارده في ثلاث طواجن تقريبا من 16 تقريبا. ولكن هو طاجن اعتقد. ما تخلوش برضو ايه الحلقه ب 800 الف معرفش ايه اللي انتوا عم بتقولوا عليها ديت هي اللي تسوق الليله. لا خالص، لان ده برنامج جديد وفقره جديده وفرصه لمناقشه بجد. اه شفت بقى، شفت بقى، احنا نبقى مندفعين بمجرد ان انا عملت حلقه قبل كده نجحت قوي لهذا الطبق فلازم اكسبه المره دي كمان. بقى شفت بقى ايه اللي بيحصل، هذا تاثير على الراي العام. ده مش تاثير، ده بوضح لكم حاجه، احنا كده بنعيد حلقه قديمه مش بنلعب حلقة. آه لا ما بتسيبش كده صاحبي. والله ده اللي انا شايفه. لا 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 خالص، لا بالعكس، هذه ليست الحسبة. بالعكس، كون ان هي تتشاب بهذا الشكل معنى كده ان هو في موافقة على ان الطاجن ده طاجن عظيم. ايوه، هل عملتوا حلقة لطاجن البصل باللحمة؟ لا. طيب خلاص مش عارفك. ايوه، عشان هو مش مين اللي قال ان دوت ممكن ما يكونش عليه اجماع اصلا. وصل النهائي، وبعدين كمان مره هو على فكره هو وصول الحياه ان احنا نعبر عن اجماع الناس. لا لا خالص، لا خالص، انت اللي دخلت الحوار دلوقتي. وصول انا بوضح قبل ما نبتدي نتكلم، انت اللي قلت وصول. بوضح على فكره، على فكره معلش معلش معلش، هو طاجن البصل ده لولا ان هو ظاهره ما كانش وصل النهائي. لا انا بقول حاجه، انا كان تخيلي اصلا. طب اقول لك حاجه، انت بشاميل الخميس ده هو اكتر حد يكسب بشاميل. بالظبط، كسب بشاميل ده من مصلحته ويجيبوا النهائي. ليه جاب كام، جاب كام فيو عدد؟ ده هو حازم ما بيقولش غير بشاميل اصلا. ما بيتكلمش غير في البشاميل. ده كان كسبه وش. انا بس خلينا متفقين ان وجود هذا الطاجن معانا في الفاينل بسبب انه ظاهره. يس. ولكن وجود ورق العنب بالكوارع معانا في الفاينل بسبب انه طاجن يستحق. يا سلام. يعني هذه جمله اللي هو نظام هذا البرتقال برتقال وهذا التفاح. لا يا محمد صلاح ابو جريش. لا يا فندم، محمد محسن ابو جريش. محمد صلاح ابو جريش، انا بتكلم على الكبير. محمد صلاح ابو جريش. بجد والله؟ اه والله. اوكي، محمد محسن ابو جريش ده كان مهاجم. نعم، كان المهاجم اللي هو بيلعب في محمد صلاح ابو جريش كان مهاجم 2005. اوكي، ما علينا. طيب انا بالنسبه لي وجود، وانت ما اعرفش هتوافقني الراي ولا لا، وجود اللحمه بالبصل في الفاينل هو اللي غريب، مش ورق العنب بالكوارع. ولا غريب ولا يعني ورق العنب بالكوارع طاجن تقيل وله تقله ومتوقع عادي جدا انه يوصل الفاينل. طب هو كان مين كان ممكن يبقى مكانه طاجن ورق العنب ورق ال انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي العكاوي طبعا. يعني احنا لو بنتكلم على تقل طاجن بنتكلم على اسم طاجن، على فخامه اسم طاجن. فهو انا كنت انا وانا يعني ان ايوه هو ده العامل. انا بالنسبه انت بتتكلم على طاجن، انت نفسك من شويه او عمرو من شويه كان بيتكلم بيقول ده انا بشوفه في المنيو عمر ما فكرت اطلبه، اصله هيطلع ايه يعني. انت زي ما عندك تاريخ مع ده انا عندي تاريخ مع ده، والله انا مش جايبه من بيتنا. ايوه من فاهم، انا فاهم والله. فاحنا هنرجع نتكلم برضو في نقطه. بص انت معلش، انت ما بتحبش الكوارع. متفقين؟ يس. اما تسمع طاجن ورق العنب بالكوارع حتى لو انت ما بتحبهاش. يعني انا مثلا ما بحبش لحمه الراس على سبيل المثال. حلو الكلام. بس لما بشوف حد بيقول مثلا هاكل اكله لحمه راس انا بقدر الاكله، واخد بالك؟ انا بنتصر لذوقي. ما هو كده كده ذوقي دوت ليه اسباب وفي ناس كتير بيعبر عنه. لا انا مش هاكل لحمه انت راس. سمعت عافية. قبل كده عن ناس ملهاش في الكوارع صح؟ جدا. سمعت قبل كده عن ناس ملهاش في البصل؟ حلوه ماشي. انا ماليش في البصل. مالكش في البصل لما اكلت ده بياكله مطبوخ. انا فاهم والله العظيم قصدك. لا لا، ان هو يبقى ستار الطبق يا جماعه. انا بقول لك وانا بكتبها ساعه لما انتوا كنتوا كاتبينها لحمه بالبصل انا ابتديت اشك، دي حاجه غير اللي في دماغي. انا اللي في دماغي طاجن بصل باللحمه، البصل هو الستار بتاعه، وفعلا لما بياخد وقته في التسويه من غير ما تضيف له حاجه، من غير ما تعمله ان اكسترا. انت مش شايفه كده؟ انت مش شايفه كده اصلا؟ لا لا، انا شايفه كده بالظبط. انا فرحت لما لقيت اللي انا كنت مستنيه. انت عارف يعني ايه طبق لوحده بدون ما تعمل له حاجه ولا تحط عليه سكر ولا تحرق له معرفش مين، يروح عامل طبقه الكراميل اللي موجوده من فوق ديت مع نفسه، وتلاقي ان هي بتهارمونايز او ماشيه تماما مع السويت اند ساور فيلينج اللي بيجي لك من انها حاجه بقت شبه مسكره عشان خاطر البصل، وفي نفس الوقت الراجل مشطشطها كويس وظابطها، وحته اللحمه لو حطيتها جواها من احلى حته اللحمه اللي احنا دقناها النهارده. ماشي، انت اخترت ايه؟ فده حاجه مش بقول لك بس ان مفيش حاجه اسمها حد ملوش فيها، ده اللي ملوش فيها في الاغلب لما يدوها يقول لك ده اكتشاف. انت خدتنا في حته هو انتصارا لذوقك تمام؟ لا انت من شويه اتكلمت على فكره الفخامه، على فكره السمعه بتاعه الطبق. انا رحت ناقل لك بس حاجه مهمه في هذا الموضوع. طاجن ورق عنب بالكوارع اسم ليه احترام وحاجه دسمه جميله، دي اكله احتفاليه. حلو. ده الناس بتاكلها في سهره مميزه، ما هياش اكله في وسط شغل، ما فيهاش معرفش ايه الكلام ده كله. انا محترم ده تماما، بس انا بقول لك حط في تفكيرك
النقطه بتاعت ان في ناس كتير ملهاش في الكوارع، ناس كتير جدا ملهاش في الكوارع، مفيش حد في الدنيا ملوش في البصل. ايوه بس احنا بنتكلم على ذوق. ايوه بس انا بنتكلم ده، انت بتقول انت على ايوه وانت بتتكلم لا 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 وانت بتقول فخامه الاسم ما تتكلمش على ذوق. يعني هو من شويه بيقول لك انا ما باكلش لحمه الراس، بس اقدر لما حد يقول لي طاجن ما اعرفش ايه لحمه الراس. الاكيله انت هنا ما بتتكلمش على ذوق. لا لا الاكيله بتوع الطواجن اللي اتفرجوا على الحلقه هم يقدروا جدا جدا طاجن العكاوي اللي خرج. انا النقطه اللي انا بتكلم فيها الكوارع، انا النقطه اللي انا بتكلم فيها انا ضد تصنيف ما هم الاكيله وبيحبوا ايه وما بيحبوش ايه. لا ثانيه الاكل مزاج. ايوه مزاج. لا ما حدش هيجي بالعافيه يقول لنا الاكيله بياكلوا كده وما بياكلوش كده. لا مش بقول ان هم بياكلوش كده يا سيدي، انا بصنف نفسي كواحد بيحب الاكل جدا، بيحتفل بالاكل، بيسعد نفسه بالاكل، ومليش في الكلام دوت، وحسامي نفسي اكيل غصب عن اللي مش عاجبه. انت اكيل طواجن طواجن كتير، بس ما بحبش، انا ما بحبش الحاجات الدسمه دي. انت اكيل طواجن؟ ايوه يا عم في ايه، باكل طواجن كتير، من 16 طاجن كانوا موجودين على الترابيزه ثلاثه اللي ماليش فيهم. ايه الغريب في كده؟ يجي يقول لك الاكيله بيعملوا اكيله بيعملوا، ده دي اللغه القمعيه بتاعت اهلنا زمان. لا لا مش قصدي كده، انا قصدي الناس اللي بتاكل طواجن بتروح مثلا لحد زي استاذ بادي بيلو علينا الراي العام. لا 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 انا باشا انا بمسكهم نقطه نقطه وبتناقش معاك. انت بتتكلم في ذوقك، انا ما اقدرش اجادلك في ذوقك، بس انتوا دلوقتي عملتوا غلطتين في تقدير الشخصي لو تسمح لي. الغلطه الاولانيه، لا انت رايح لسمعه الطبق. لا فانا بقول لك سمعه الطبق ديت ليها، هي عمله بوجهين. الوجه التاني من العملة ديت بيقول لك ان هذا الطبق بسبب دسمته وبسبب التكستشر بتاعه اللي فيه ناس كتير ملوش فيه، بيخلي فيه ناس كتير ملهمش فيه. طب طيب انت قايل بس ده الفرق ما بين الاكيلة ولا مش الاكيلة. لا لا خلي بالك من حاجة، دي بوينت، يعني دي بوينت مش هي فصل الخطاب، فاهم قصدي؟ يعني دي وان اوف ذا بوينتس، ان انا بقول ان فخامة اسم طاجن الورق عنب بالكوارع اتس سترينث بوينت، او يعني فاهم سيلينج بوينت. انت لو رحت خليني ممكن افعلك عند شويه في حته في المجال اللي انت بتتكلم فيه، قول او انت قول الاول عشان انت لو رحت المكان مثلا زي حد بيقدم طواجن زي حضرموت زي بيبو بيبو زي حجوجه، هتلاقي في معظم الترابيزات الطاجن ورق عنب بالكوارع والعكاوي. يعني طاجن البصل باللحمه ده عنده ده في المنيو ولا مش عنده؟ عنده اي حد بتاع طواجن عنده شائع جدا ماشي. جدا بس مش بوبولار كطاجن، يعني ما تلاقيش فاهم، تلاقي حد بقى فاهم ده شهره عالي قوي يعني فاهم يعني ايه. طب ما انت بتقول ايوه ماشي. عشان كده بقول ده يعني ده طبق لصاحب مزاج. انا انت بتاخد كلامي. انا مش باخد كلامك، انا بقول لك زي ما انت بتقول، ده انا باخد كلامك. ممكن اقول انا ممكن اصبر انت شويه عشان عمال تديله ابواب. لا انا مش بديله ابواب، هو كده كده حتى لو انت سكت هتديله ابواب والله. بص فرحان ازاي، بص هو كده كده لو انت قلت ايه هو هيسلك. هو لا 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 بص طب كمل يا عمر. بص انت دلوقتي زي ما قلت لك الناس اللي بتقدم طواجن دي هتلاقي الحاجات الطاجن الورق عنب بالكوارع والعكاوي هو بيست سيلر عنده. مش معنى كده ان البصل ما بيتباعش، بيتباع. عشان كده ما قلت الاكيله بياكلوا النوع ده من الاكل. مش بصنف مين اكيل ومين مش اكيل. الناس اللي بتروح الاماكن دي عشان تاكل ديفينتلي بيطلب الطواجن دي على طول من غير ما يفكر اصلا، تمام؟ ده رقم واحد. هل ده معنى كده ان يقلل من الطاجن ده؟ لا يقلل من الطاجن ده ابدا خلاص. والا ما كانش وصل الفاينل. هيوصل الفاينل ازاي؟ الله ينور عليك، اديك انت جبت مربط الفرس. طيب. انا ما بجادلش في اني بقول، يعني انا مش راجل عبيط لدرجه ان انا بقول لك ان طاجن البصل باللحمه بوبولار اكتر من طاجن الورق عنب. لا 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 انا فاهم البوبولاريتي. ايوه بس يعني احنا ممكن واحنا قاعدين دلوقتي في خمس دقايق بمنتهى البساطه نطلع مليون مثال لحاجات بوبولار للاسباب الغلط. بس حلو. في نقطه بقى احنا دخلنا في حته غلط اصلا، احنا مش هنكسب ده او هنكسب ده عشان ده مشهور اكتر. لا انا هقول لك يا جماعه ثانيه واحده ماشي، هو احنا مش 50 و50، في 50 كاينونتو ده مش شهره، بس هما الاثنين كطاجن هما الاثنين لازم يتعملوا في طاجن. خلينا متفقين ايوه كاينونتو مش شهره ماشي. انت والله هو انت لو تسمح لي ورق العنب مش مكتوب على اسم الكوارع. يعني ورق العنب ده محشي، ده بيتاكل ابيتايزر، بيتعمل لوحده. أيوة. بيتعمل في وسط حله محشي فيها اصناف تانية، بيتعمل في وسط الضلمه، بيتعمل على حته لحمه، بيتعمل على حته فرخه، بيتعمل على 500 حاجه. هو مش مكتوب على اسم الكوارع. طيب بس الكوارع اللحمه بتتعمل مع 100 حاجه برضو، مش لازم يعني مش طاجن البصل باللحمه ملوش مثيل. ماشي انت طاجن البصل هيتعمل على ايه تاني؟ انت اخترت البصل صح؟ انا بختار البصل. وانت اخترت ايه؟ ورق عنب بالكوارع. ممكن انا اللي هسوينج، انا اللي ايه، انا اللي هقول مين هيفوز ومين مين ترفع الفايز بقى. ماشي انا خلي بالك بس على الرد اللي انا رديتك عليه من شويه ساعه لما سويت الاثنين بقيمه ان هما الاثنين بيتعملوا في طاجن. هما الاثنين بيتعملوا في طاجن بس انا بقول لك ده
لو هتتكلم يعني من حته الاثنين بتعملوا في طاجن، فانت بتتكلم على حته الاوثنتسيتي واليونيكنس، التفرد في موضوع السيرفنج بتاعهم هنا. معلش في العنصر ده انا في الحاجات التانية كلها بقول لك اه ورق الورق ما بيكسب في الحاجات دي، بس العنصر مش مهم، تقدير الشخصي في العنصر ده وهو عنصر مهم. طب ما بصل يكسب ورق العنب مش مكتوب، مش مكتوب باسم الكوارع. ماشي. لما كنا بنقول في الاول قبل من شويه يعني لما قلنا فكره ان الناس اللي بتروح تروح اماكن بتاكل طاجن ورق عنب بالكوارع وطاجن عكاوي مثلا، ده ما كانش شرط ان هو مشهور او مش مشهور. وجب ما كنت بتكلم كان حازم هو قصده مش الشهرة اكتر في الاول، بس انا كان قصدي ايه الحته اللي انت بتقول انه زي ما في ناس ممكن بتحب الدسامه في ناس ما بتحبش الدسامه، بس لو هنروح لهذا النوع من الاكل الناس بتروح مخصوص عشان تاكله بيغفل الغالب بيختاروا هذا النوع من الاكل من هذا النوع من الطواجن يعني. ده طبق احتفالي. ايوه هو طبق الناس بت... ده يعني ده طبق للبيوت اللي تعرفه. ايوه ماشي والله مش قصدك معاك، انا بس برد عليه. ماشي انا فاهمك. ده طبق في الناس اللي تعرفه اللي بتاكل فيه غدا يوم ثلاث حلو. عادي فهو خالص النهارده هنعمل شويه رز ونعمل شويه طاجن بصل، هقطع 3 4 بصلات مع حته لحمه وصوبيهم حلو وبتاع. جميل. فهو ده الفرق اللي بيخلي واحد يروح مطعم زي بالظبط. سمعت قبل كده عن واحد راح مطعم طلب طبق فاصوليا وشويه رز؟ لا مش صح، مش ما بيحصلش. ما بيحصلش. حد طلب راح مطعم طلب بانيه ومكرونه هذا الصغير لا اكيد زميل ده العنصر اللي بيخلي اللي يروح مطعم بيطلب يعني راح مطعم واخد حد هيعزمه ولا هيقعدوا ياكلوا اكله مزاج هيفكر في ده الاول 100%. في حاجه لو في حاجه ثانيه في حاجه ثانيه يعني ده اصلا مهلك في السمنه. ماشي ده يعني عشان تعمله في البيت ممكن تعمله بس هيهلكك. ما انا عشان كده بقولك ده مش زي ده. ده أيوة. يتعمل وانت قاعد كده. أيوة. ده شغلانه طبعا. عشان كده يروح يكبر دماغه. انت عارف ده اصلا ده ايه؟ ده ممكن يتحط كله نايف نايف. يكبر دماغه ويروح يكله في مطعم اصلا. انت بتشتغل طيب. على مين فيه؟ ده. تمام ماشي دي نقطه. نقطه بقى انا بخالفك فيها خالص، فكره ان الكوارع انا مش مكتوب اسم الكوارع وكده. زي ما انت عجبك في حلقه المشويات ورق عنب اللي كان تحت الضلع وكان حلو قوي، بس انت كان عشان برضه مش مكتوب باسم الضلع. ايوه بس انت كان عاجبك التيست اللي هو سابه مع يعني الميكس. في بقى انا مثلا انا عمرو اعتقد حازم يوافقني وناس كتير ممكن توافقنا برضو انه التيست بتاع الكوارع وتقلها مع ورق العنب بيرفعها. انت ما عجبكش التيست، انت ما عجبكش عشان انت ما بتحبش الكوارع. مش كوارع يعني. ماشي بس لا لا اصبر خلينا نكمل. طب خلينا نكمل. ماشي اصل بتفترض عليا حاجه فانا لازم اوضحها. ماشي قول. ماشي طب وضح. انا افترض انت بتقول عشان ما بحبش الكوارع. لا ما انا برضو ما بحبش الضلع بس انا بحب ورق العنب. لا ولو شرب ولو شرب من مرقه انت عجبتني. عجبك الضلع المره اللي فاتت؟ لا ما عجبنيش ما اكلتش منه. اكلت يا عم انا دقت حتايه كده بالعافيه لكن انا ماليش فيه. انا كنت باكل ورق العنب. صح انا معاك. ايه بس انت مش زي الكوارع يعني حبك للضلع وقتها كان اقل كان اكتر من لا الكوارع. بحب ده ولا بحب ده. لا عمري في حياتي هطلب ده ولا عمري في حياتي هطلب حلو ده مش هاكله. او خلاص ده شيء واضح. بس ده جه مع ورق عنب كان حلو. ده جه مع ورق عنب ورق عنب كان استني واحده ماشي. ده اسمه طاجن ايه؟ ورق عنب بالكوارع. بالكوارع ورق عنب كوارع. ده اسمه ايه؟ لحمه بالبصل او بصل باللحم. بصل ولحمه. بتحب البصل؟ بتحب اللحمه؟ طبيعي اختيار طبيعي جدا. ورق عنب بالكوارع. بتحب ورق العنب؟ بتحب الكوارع؟ لا. يبقى انت اصلا الاكسبيرينس بتاعتك في الطاجن ده مش سعيده. يا حازم انا المره اللي فاتت بقول لك كان ورق ايوه بس انت ما اكلتش الكوارع. انت بتحب الضلع؟ لا ما بحبش الضلع. اكلت ورق العنب عجبني. اي فوتد فور ما كانش عندي مانع فوتد. لا لا بس انت ما اكلتش الكوارع نفسها. ده قصدي يعني اللي هو ما اكلتهاش الكوارع اللي هي طرف اساسي في الطاجن. انا مش هحطك يعني في الناحيه الثانيه يعني مش اقول مثلا انا عشان كده وانت كده. انا هقول ان انا وجهه نظري واعتقد حازم يوافقني في ده ان احنا ورق العنب ده حلاوته زادت معانا بالنسبه للكوارع. ده رايي. ماشي تمام. ده كلام حلو. ده رايي انا وانا اوافقك رايي. تمام انت بقى انت ممكن ليك وجهه نظر مختلفه ماشي بس ده انا الزياده الحلاوه دي ورق العنب فعلا بيزيد حلاوه وجمال وقيمه بالكوارع. ماشي تمام. فعشان كده وعشان يوصلوا للمزيج ده لازم يجوا في طاجن. تمام دي ناحيه. الناحيه الثانيه انا الناس بتقولها في المطاعم ليه عشان عاملها مهلك الورق عنب والكوارع تنظيف الكوارع ومش ايه حوار منيل فاهم. فهم بيروحوا حاجه مكان نظيف ياكلوا فيه بتاع ده عشان يكون راح دماغهم بس وخلاص ينزل اللي هو جاهز متسبك في بعضه تمام. فعشان كده ده هو يعني شايف ان هو قطعه فنيه. لو حد بيحب انه عنده من الاكل قوي هياخدهم مع بعض هينبسط جدا بيهم وهيتفرد بيهم. وعشان كده اعتراف بان في ناس كتير ما لهمش فيه. في ناس كتير ما بتحبوش مقابل معرفش بقى بصل انظامه ده معرفش ايه. في حد في الدنيا عنده مشكله مع البصل؟
مين في الدنيا بياكل اكل ما فيهوش بصل؟ ما انا زي ما هفترض ان في كتير لا بس لما البصل يكون مكون اساسي انا ممكن انزعج عادي زي ما تفترض ان في ناس كتير ما بتحبش الورق الكوارع انا هفترض ان مش اي حد بيحب الميكس ده لا انا بحب البصل بس البريشو البريشو بطاطس يا سيدي مش بقول لك ان مش بصل بس من البوبيليشن بتاكل ده بس الناس اللي عندها مشاكل مع ده اكتر بكتير اللي عندهم الناس اللي عندها مشاكل مع الكوارع فعلا بالاضافه لان ده احنا بنقدمه النهارده للناس كاكتشاف ناس كتير ما تعرفش ايه ده وبتعدي على المنيو ما تعرفوش الورق هو طبق عادي تماما طاجن عادي تماما بس احنا لما جربناه النهارده كسبناه حاجات جامده جدا بس ممكن عندنا فرصه ان احنا نطلع بحاجه مختلفه للناس النهارده لا بس ممكن نرجع وارجع اقول ان احنا مش بنكسب ده او مش بنكسب ده عشان الناس يعني كل واحد فينا هو لا انا بتفرق معايا بصراحه من اني في الاخر اروح اعمل القايمه طويله عريضه ونطلع الاختيار المين ستريم الطبيعي الفانيليا هو ده اللي كسبان لا انا بتكلم ان احنا بنفوز واحد كانها منافسه لم تكن لا طب ما معلش طب ما كل واحد بيفوز على رأيه المشويات مثلا ريش كان مثلا رايه الشخصي الحواوشي يكسب ولا بتاع عشان نقدم حاجه جديده لا ما هو في النهاية اكيد الفائز هو حاجة انا في توقعي الريش ما كانتش هتكسب اساسا انا فاجئت من اللي كسبت طب انت كان مين توقعك وقتها كان الريش ايه الريش بس انا ما كنتش متبنيه يعني ايوه بس في النهاية يعني انت متصور ان في حد النهارده كان كاتب اللحمة البصل باللحمة لا اكيد لا بس الفائز تمام في النهاية بنسبة الفائز في النهاية بنسبة 90% هيكون حد ريال مدريد واخد بالك يعني ده ما اسموش موسم ممل ده لما بيكسب ما هو ده اللي بيحصل في النهايه ما هي فين افوزه حاضر يعني لسه يعني انا بقول يعني ليستر سيتي وجيرونا والحاجات السيتي ممكن نسيت حاجه نسيت ان احنا مش بنفوز الحاجات على فكره ان جمهور بيحب والله ابدا اقسم بالله احنا بنفوز على كل ده يا كابتن انا بقول لك اهو ما انت قدامك الفرصه دلوقتي حالا يا كابتن طب يا جماعه عشان كده الحلقه غالبا هتدخل في ساعتين وتلت فاحنا لازم الله فانا والراجل اللي بيمنتج قاعد ورا بيلطم انا بفوت يعني الفائز معانا في هذه الحلقه طاجن ورق عنب بالكوارع يعني شكرا جدا جدا لمشاركته معانا وانا بشوف انه كان الصراحه كان ممكن يبقى معانا في النهائي العكاوي من يرقص اخيرا جود لك هارد لك يا مهدي whatever ممكن نكشف عن الاوراق فاضل فهم اكشف اخوك مش هتقلك سيف اكشف طيب ايه فين المفاجاه اللي في الموضوع هو ورق عنب بالكوارع ملوخيه غريبه قوي قلت لك اختار ملوخيه والله العظيم حاسس ايه حد في الدنيا عاقل تختار ايه طيب هيكت البصل باللحمه برضو يعني مهدي كتب طب يا اخويا خد ورق العنب هو ده اللي كسب انت بتجيب الرنر انتوا مش متخيلين قد ايه انا بحب الطاجن ده انا بموت فيه اصلا طبعا انا بطلبه من امي وبطلبه من مراتي انا يعني وما بيعمل مؤخرا ما بقوش بيعملوه كده بقوا بيفتكروا نفسهم بيكرموني لما بيزودوا اللحمه انا ما بحبش كده انا بحب اللييرز اوف بصل وزي ما بقول لكم انا بحب العصف في الاكل شوف الطبقه اللي فوق اللي كلها كراميل وبعدين الطبقه اللي فضل يفضل يستحلب ويطلع سهل يا مهدي انت فاهم نمس والله العظيم نمس فشخ مبروك 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 في انجازه البرنامج ده مش طبيعي يخضر بقول لك ايه قاعد مدكد على الموضوع لا بس برافو يعني الحمد لله والله يعني راجل رامز جلال كده يعني هو معقول حد هيكون كتب بصل باللحمه لي اكيد لا والله شكيت بساعتها والله يعني جميل. حلقه خطيره الصراحه استمتعنا وانا شايف انا الصراحه شايف فوز مستحق واستمتعنا طبعا معلش استمتعنا طبعا معلش يعني كنت حابب حته ان احنا لما نيجي في الاخر نكسب سيبك انت من الماتش خلاص الموضوع اتحسم يعني بس نكسب حاجه احنا الثلاثه بنحبها بدرجات متفاوته يعني احنا كسبنا حاجه انتوا بتحبوها ما بحبهاش ممكن تحبها اتس هيفي اون مي طب انت انت حسن. انت امتى اول مره اكلت الكوارع فيها ما كانوا بيجيبوها وبياكلوها ماليش لا اللي بحب رايحه من بره ولا في البيت في البيت على فكره اصلا كنت كوارع بتعملوها في البيت في البيت وانا طفل كنت عدو لدود للكوارع احنا كانت بتتعمل عندنا بطريقه انا اصلا بحبها مخليه كده كانوا بيسلوها ويقعدوا بقى يخبطوا والحاجات دي انا بالنسبه لي ده كان شيء مؤذي نفسيا جدا انا مش من الناس اللي فضلوا ملتزمين بالحاجات اللي كانوا بيكرهوها وهم صغيرين لغايه لما كبروا يعني انا وانا صغير ما كنتش بطيء المخ دلوقتي انا بموت يا ريتك كنت موجود الحلقه اللي فاتت يا دود والله
والله العظيم وقفت حارب من اجل المخ ساعه لوحدي بس خسر للاسف. كانت الورق عنب بالكوارع فاز معانا في الحلقه واحسن طاجن بالنسبه لنا. ممكن توافقونا الراي ممكن لا توافقونا الراي, ده طبيعي, ده في الاخر اراء. اكيد في ناس بتحبه وفي ناس ما تحبوش, في ناس تختلف معانا تتفق معانا, هي في الاخر دي كلها اذواق ومفيش حاجه اسمها لو انت ما بتحبش ده انت انت ما بتفهمش تبقى كذا وما تبقاش كذا. فلان ما بيحبش ده يبقى مش اكيل, فلان ما بيحبش ده يبقى لا. انا بشوف ان هو ممكن ما بقى في الاعتبار ان اي حد في الدنيا ما بيحبش مكرونه بالبشاميل يبقى فلاح, دي معروفه. لا بس والنعمه لا بس في ناس في يعني في حاجات ممكن ناس ملهاش في النوع ده من الاكل. شوف. في ناس كده يعني, في ناس ممكن هي فعلا ملهاش في السمين ملهاش في الطواجن المتحبشه وبتاع مش حتتها, بس مش معنى كده ان هو لا يفهم في الاكل, دي مش حتته. زي ما حد ممكن يحبش اكل اسيوي مثلا, هل هو لا يفهم في الاكل؟ لا, هو ما يحبش اكل اسيوي, ما يحبش السبايسي. الوحيد اللي يستحق يتقال عليه انه ما بيفهمش في الاكل هو اللي يروح على ذوق واحد تاني ويقول انت ما تفهمش في الاكل. يا مثلا هذا هو الشخص اللي ما بيفهمش في الاكل. احنا اتبسطنا جدا بالحلقه, والله كانت حلقه تقيله جدا وحلوه جدا وتقيله بمعنى بالمعنى الحرفي لكلمه تقيله. استمتعنا بوجود الدود حبيبي يا جود, والله نورتنا النهارده في هذه الحلقه. خساره كمان وهسحب منكم الفرنشايز اللي ايه اعملوها دور 17 دور 15 اللي بالي بالك حد يفهم. حلقه حلوه واستمتعنا بيها ونتمنى تكونوا استمتعتوا بيها. عموره مايك معاك. مهدي بقى, ده مهدي. لا والله حلقة جميلة ومليانة كوميديا واتمنى الناس تستمتع بيها, وكالعادة احب ان الناس تلعب دور 16, مش تقول بس انا شايف ان ده الصح يكسب وده ما اعرفش مين. يا جماعة استغلوا فكرة ان انتوا تخرجوا مع بعض تعملوا حاجة مختلفة, قاعدين على قهوة قاعدين في كافيه قاعدين ما اعرفش مين, يلا نلعب نفس التصنيف ادي ال 16 وخش في مناقشة وقولنا في الاخر مين اللي كسب. اه دي فكرة جامدة جدا, فاعملوها اعملوها وقولنا رايكم. بس اتمنى تكونوا انبسطتوا. شكرا جدا يا مهدي لحضورك معانا. محمد يا حازم شكرا جدا لحضورك معانا, وشكرا انتوا اتفقتوا معانا هذه الحلقة. اكيد عايزين نعرف في الكومنتات يعني رايكم في الكومنت بصراحه بتفرق معانا جدا, بنقعد نقرا التعليقات بنقرا الفيدباك بتاعكم بنقعد بنطور بنحاول نزود بنحاول يعني ده مهم فما تتكسلوش يعني. صح كده؟ صح. وطبعا ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عند مهدي ونفس الكلام عند محمد حازم وعندي. و سلام باي باي.